بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في حلقه جديده من ملوك الصالات. الحقيقه طالعين النهارده معاكم في ميعاد استثنائي، النهارده الاثنين بنعودكم كل جمعه بنطلع معاكم من 7 و9، ولكن النهارده طلعنا في ميعاد استثنائي الحقيقه، لان احنا طبعا الجمعه اللي فاتت ما كناش معاكم طبعا لمباراه كره القدم اللي كانت ما بين النادي الاهلي ونجوم السعوديه، فملوك الصالات ما كانش معاكم يوم الجمعه اللي فاتت. والحقيقه احنا دلوقتي في منتصف الموسم، الاشتراكات والمنافسات على زي ما بيقولوا على اوجها، فكان لازم نطلع معاكم في ميعاد استثنائي عشان نغطي ونواكب سرعه الاحداث وسرعه المنافسات جوه النادي الاهلي. الحقيقه النهارده خليني اعرفكم قبل ما ابتدي الحلقه، حلقتنا هتكون على 3 فقرات. الفقره الاولانيه اللي هو الانترو اللي انا مع حضراتكم فيه ده، هيكون فيه مجموعه من الاخبار المهمه اللي حصلت داخل النادي الاهلي على الساحه الرياضيه طبعا في الالعاب الاخرى، وكمان هيكون معانا تقارير مصوره. كاميرا النادي الاهلي وكاميرا ملوك الصالات كانت موجوده في قلب الحدث، اكيد هننقلها لحضراتكم. هيكون معايا الفقره الثانيه عن الكاراتيه زي ما قبل كده قلنا، وطبعا شرفنا في الاستوديو هنا نجوم كبار للكاراتيه. الكاراتيه هو النادي الاهلي اكبر نادي في مصر بمعنى الكلمه في الكاراتيه، سواء عدد لعيبه سواء انجازات سواء عدد لعيبه مشاركه مع منتخب مصر الكاراتيه في النادي الاهلي من الالعاب الاساسيه واللي شايله منتخب مصر بشكل كبير جدا جدا. يعني يمكن النادي الاهلي بيعمل اكبر خدمه لمنتخب مصر في لعبه الكاراتيه، ان اغلب اللاعبين بيتعدوا وبيجهزوا داخل النادي الاهلي بيطلعوا على منتخبات مصر جاهزين. كان لازم طبعا نحط الضوء على الكاراتيه ويكون معانا طبعا نجوم او مدربين اللعبه ونعرف اخر التطورات. هيكون معانا الكابتن طارق رجب مدير فني كاتا بالنادي الاهلي، والكابتن اشرف صالح مدير فني الكوميتيه بالنادي الاهلي، هيكونوا ضيوفنا طبعا في الفقره الثانيه. الفقره الثالثه هتكون عن السباحه. السباحه دلوقتي عايز اقول لكم ان كل يوم يمكن في بطولات، كل يوم في سباقات. احنا نفسنا يعني السباحه من الالعاب المهمه جدا، ولكن الفقره الثانيه عندنا هتبقى ايه؟ هتبقى تنس الطاوله. تنس الطاوله هيكون معانا محمد عبد الحميد مدرب تنس الطاوله بالنادي الاهلي، والكابتن مروان محمد لاعب تنس طاوله بالنادي الاهلي. ده طبعا ما ينكرش ان السباحه اللي كنا بنتكلم عنها برضو ليها جزء كبير جدا، واكيد هيكون معانا ابطال كتير. الفقره الثانيه معانا تنس الطاوله. الفقره الرابعه ان شاء الله النهارده هيكون معانا الكابتن محمود حامد مدرب تنس الطاوله بالنادي الاهلي، والكابتن فريده محمد لاعبه تنس الطاوله بالنادي الاهلي، هيكونوا معانا في الفقره الاخيره. خلينا نبتدي مع حضراتكم التقارير. يمكن اهم حدث طبعا النادي الاهلي بيستعد له هو تنظيم 5 بطولات افريقيا، هيكون بدايه في شهر مارس، 5 مارس تحديدا هيكون بطوله افريقيا للطائره على في النادي الاهلي سيدات وبعد كده رجال. وده طبعا كان لقطات من المؤتمر الصحفي في توقيع العقود باستضافه البطوله. طبعا في لجنه نظمها النادي الاهلي برئاسه الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، هو رئيس اللجنه العليا وهو المسؤول عن تنظيم البطوله. الحقيقه في شغل بيقام على قدم وساق. انا كان ليا الشرف الحقيقه في قعدت مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي يمكن فتره طويله، واستعرض لي قد ايه في شغل على اعلى مستوى شغال عشان النادي الاهلي يظهر بالمظهر اللائق. طبعا باين معانا الكابتن عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، الحقيقه اللي ليه طبعا دور كبير وليه باع كبير مع الالعاب الجماعيه جوه النادي الاهلي، والاستاذ عمرو علواني طبعا رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطائره. انا عايز اقول انه ونائب رئيس الاتحاد الدولي طبعا، انا عايز اقول انه يعني النادي الاهلي دي سياسته من اول يوم بيقف مسافه واحده من كل الالعاب. كره القدم هي معشوقه الجماهير، ولكن بالنسبه للالعاب الجماعيه او الالعاب الاخرى في النادي الاهلي، النادي الاهلي الحقيقه بيقف مسافه واحده ولا يتوانى ابدا في دعمها. خلينا نستعرض مع حضراتكم الخبر الاولاني. تعقد اللجنه العليا المنظمه لبطوله افريقيا للكره الطائره رجال وسيدات بالنادي الاهلي برئاسه محمد الجرحي عضو مجلس الاداره اجتماعا مهما الخميس القادم لبحث اخر ترتيبات واستعدادات النادي لاستضافه البطولتين، حيث تقام بطوله السيدات خلال الفتره من 15 الى 25 مارس المقبل، اما بطوله الرجال فتقام خلال الفتره من 25 مارس حتى 6 ابريل المقبل. ومن المنتظر ان يناقش الاجتماع ما تم انجازه من مراحل خلال الفتره الماضيه، الى جانب استعراض خطه عمل اللجان الداخليه التي تم تشكيلها من اجل وضع خطه الفتره القادمه مع وضع جدول زمني للمهام المطلوب انجازها خلال الفتره المقبله. كما تقدم اللجنه الهندسيه خطه خاصه لتجهيز صالتي الامير عبد الله الفيصل والشهداء بالجزيره، وذلك فيما يتعلق بصيانه المدرجات وتركيب كاميرات مراقبه وصيانه البوابات وخلافه، من اجل ضمان ظهور البطولتين بالشكل الذي يليق بمكانه النادي الاهلي في تنظيم البطولات الكبيره. خلينا اقول ان بطوله او صاله الملك عبد الله الفيصل هي الصاله الاساسيه اللي هتقام عليها المباريات. صاله الشهداء الصاله الفرعيه اللي في جنب الصاله الكبيره، ودي هتبقى مهمه جدا في التدريبات. الفرق هتبقى عايزه تتمرن في يعني مش بعيد عن المقر او محل الاقامه، فهيكون الصاله المغطاه اللي هي الشهداء بتجهز على اعلى مستوى عشان تقدر تستقبل الفرق في تدريباتها.
وكانت اللجنة العليا برئاسة الجرح قد عقدت أكثر من اجتماع خلال الفترة الماضية، وتم دراسة الميزانية الخاصة بكل بطولة وبحث أفضل الطرق الممكنة لتنظيم البطولتين بمواصفات عالمية. خليني أقول لكم إن يعني النادي الأهلي بيخطط بشكل كبير جدا إن البطولتين ينجحوا، ومش كده بس، يعني طبعا مع حجم الميزانية الرهيب اللي بيتحملها النادي الأهلي عشان يستضيف البطولتين، ولكن النادي الأهلي بيحاول توفير موارد، يوفر موارد كبيرة من البطولة بحيث انها تغطي تكلفتها وزيادة. وده النادي الأهلي عودنا انه دايما لما بينظم حاجة عمر ما النادي الأهلي بيخسر، ولكن النادي الأهلي لازم يطلع كسبان. النادي الأهلي كبير باسمه وبجماهيره، وهو ده اللي بيخطط له النادي الأهلي حاليا في الخمس بطولات. خلينا نقول ان في بطولتين طايرة رجال وسيدات، كأس السوبر كرة يد، عندنا بطولة كرة اليد ابطال الكؤوس سيدات وابطال كؤوس رجال، خمس بطولات في 60 يوم تقريبا. كل التوفيق اكيد طبعا للنادي الاهلي تنظيمه. خلينا نروح مع حضراتكم على الخبر الثاني. حقق الفريق الاول الكره الطائره رجال بنادي الاهلي فوزا مهما على حساب نظيره في فريق الزمالك في المباراه التي جمعتهما على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه ضمن منافسات نهائيات بطوله الدوري. دي لقطات من المباراة بين الأهلي والزمالك، وقدم الفريق عرضا طيبا تحت قيادة الكابتن محمد مصلحي، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين بعد مباراة قوية للغاية. نجح خلالها الفريق في تحويل تأخرهم في الأشواط إلى تعادل ثم فوزه في الشوط الفاصل. خلينا أقول حاجة بس قبل ما يعني تعليق صغير كملوك الصلاة. النادي الأهلي يعني كان متأخر 2-1 ولكن عوض تأخره ل 3-2، ولكن أنا عايز أقول حاجة إن إحنا داعمين في ملوك الصالات لفريق الطايرة. إحنا كلنا ثقة إن فريق الطايرة أبطال أفريقيا هم على الطريق السليم إن شاء الله. أكيد يعني دي البداية المهمة ليهم عشان يرجعوا تاني أو يرجعوا الدرع الدوري للنادي الأهلي. يمكن بطولة أفريقيا اللي جاية هيكون أول اختبار حقيقي وبدري شوية في مارس. يمكن خدنا البطولة دي يمكن في إبريل السنة اللي فاتت، ولكن البطولة تقدمت شهر. يمكن ده هيكون أول احتكاك قوي أو أول اختبار حقيقي هيكون بطولة أفريقيا. كلنا ثقة في فريق الطايرة بقيادة كابتن محمد مصالحي، اللعيبة على أكمل استعداد، وضع طبيعي جدا. أي ماتش في الدنيا ممكن تتأخر أو تطلع، المهم في النهاية النتيجة. النادي الأهلي فاز، بنقول له ألف مبروك. خليني أقول برضو بهذا الفوز يوصل الفريق تحقيق الفوز بعد أن حقق الفوز في كل مبارياته السابقة منذ بداية الدور النهائي للبطولة. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم عن الطايرة أو كرة الطايرة رجال بالنادي الأهلي. الحمد لله. طبعا ماتش زمالك انتوا عارفين طبعا ماتش بطوله خاصه، الزمالك اختلف اختلاف تام وكلي السنه دي عن السنه اللي فاتت. فرقه منظمه، فرقه محترمه جدا، عندهم محترف تونسي عالي، احسن لعيب في افريقيا. الحمد لله رب. الماتش كان صعب جدا، 3-2 السكور ايكوال لغايه اخر بونت. كنت عارف كويس قوي ان نادي الزمالك بيلعب قدام النادي الاهلي قوي مهما كان بقوه، عندهم عوامل خبره كتير متمثله في اشرف ابو الحسن. طبعا انا استخدمت كل الاوراق اللي عندي، كلهم رجاله الحمد لله. الولاد ادوا ماتش عالي جدا، خصوصا احمد سعيد. الماتشات الجاية عندنا سموحه بكره، ماتش برده صعب. الثلاث ماتشات دول اللي هو زمالك سموحه جيش ماتشات صعبه جدا. سموحه طبعا فرقه تقيله مش سهله، وعندنا اجازه يوم الثلاث ويوم الاربع ان شاء الله عندنا ماتش الجيش. احنا لعبنا خمس ماتشات كسبناهم الحمد لله مع الطيران وسبورتنج. الحمد لله ربنا اكرمنا النهارده في مباراه قويه جدا بين الزمالك والاهلي، ودي يعتبر اول احتكاك قوي ما بين فرقتين قواي وهم قطبي الكره الطايره في مصر. والحمد لله ربنا اكرمنا واستطعنا ان احنا نفوز على المباراه، وكانت مباراه صعبه شويه لكن الحمد لله عديناها بفضل الرجاله اللي معانا. وطبعا يعني هارد لك لنادي الزمالك في المباراة، أدى أداء جيد جدا معانا الحمد لله. إحنا خبرتنا أعلى شوية فربنا أكرمنا الحمد لله. لا إن شاء الله ربنا هيكرمنا. الماتش ده فتحة خير بالنسبة لنا إن شاء الله بإذن الله نفوز على سموحة، وعندنا الجيش يوم الأربع، لكن ده استعداد لينا برضو عشان أفريقيا 25/3. إدارة النادي ما بخلتش علينا وطلعت الفريق معسكر مجلس الإدارة، يعني مشكور بقيادة الكابتن محمود الخطيب. الفرقة طلعت معسكر
بولندا 10 ايام قبل بطوله افريقيا. ان شاء الله احنا بنوعي جمهور النادي الاهلي ان احنا نحقق نصر كبير السنه دي في الكره الطايره على مستوى الدوري ومستوى افريقيا ومستوى الكاس، وده اللي احنا بنتمناه ان شاء الله. طبعا ماتش جامد جدا، طبعا ماتش عصبي جدا، خمس اشواط. بشكر ربنا الحمد لله على الفوز، بشكر اللعيبه، بشكر الجهاز الفني، وبارك جميل الاهلي. طبعا زي ما حضرتك عارف ده ماتش اهلي وزمالك، ديربي سواء في الكوره سواء في السله سواء في الطايره. الحمد لله رب، ربنا وفقنا، ماتش جامد جدا والحمد لله. خطوه هي واحده واحده ان شاء الله عشان نسترد الدوري تاني باذن الله. طبعا طبعا فريق الزمالك محترم ان شاء الله، عندنا سموحه وعندنا الجيش، طبعا معاهم الطلاب هناك اربع فرق موجودين في الثمان فرق موجودين. ربنا يسهل الخطوه اهيت ان شاء الله، عندنا بكره خطوه ثانيه والجيش ان شاء الله خطوه بعد كده، وان شاء الله نخلص الدور الاخير باذن رب العالمين. النهارده ماتش صعب جدا طبعا، ماتش اهلي وزمالك على طول صعب، وكمان ده يعني احنا لسه في بدايه المشوار بتاعنا، كان اول ماتش جامد نلعبه، اول اربع ماتشات كانوا طبعا في المتناول، كان ماتش صعب جدا. لا مش اجمل ماتش، ودلوقتي عندنا الماتشات الجامده، زمالك في سموحه في الجيش، احنا لعبنا الاربع فرق المفروض يعني من اللي تحت شويه، فالنهارده كان اول ماتش جامد، كان ماتش صعب جدا طبعا علينا، هم لعبوا بحافز قوي جدا والحمد لله قدرنا نكسب الماتش. متوقع طبعا ان هم الزمالك فرقه محترمه جدا السنه دي، جايبين محترف واخد احسن لاعب في افريقيا في بطوله افريقيا الاخرانيه. طبعا وجاهزين وعاملين ماتشات كويسه جدا، فكان ماتش في الملعب طبعا. وبكره ان شاء الله عندنا ماتش سموحه، فيعني نحاول نروح دلوقتي نريح، ان الماتش هيجي بكره الساعه 4 بدري كمان، فان شاء الله نكون يعني نريح كويس ونعرف نكسب بكره، وبعديه يبقى في يوم راحه، وبعديه ماتش الجيش طبعا. المفروض الجيش يعني اقوى فرقه احنا والجيش، الماتش برده طبعا جامد جدا وصعب جدا، وربنا يكرمنا ان شاء الله. شفنا مع حضراتكم يعني حتى طبعا الكلام ان فريق نادي الزمالك اختلف تماما، وبيضم دلوقتي في صفوفه لاعب تونسي واخد احسن لاعب في افريقيا السنه دي. خليني اقول ان المباراه كانت عصبيه، شفنا تعليقات، شفنا كابتن محمد مصلحي قد ايه الفوز كان مهم، لان الحقيقه مش مهم النهايات، المهم انت نهايه المباراه ازاي. 3-2 نتيجه برده مش قليله طبعا. بيقولوا النادي الاهلي الف مبروك، هارد لك نادي الزمالك. خلينا نقول حاجه، النادي الاهلي كمان مجلس اداره النادي الاهلي وافقوا للفريق على معسكر في هولندا قبل البطوله ب 10 ايام، قبل بطوله افريقيا ب 10 ايام، وده برده دعم فني كبير جدا للفريق لما يعمل 10 ايام معسكر في هولندا ويعمل اكتر من مباراه، بتهيالي هتكون فيها استفاده كبيره مع ضغط المباريات. امبارح كان التقرير اللي احنا شفناه ده، وكان النهارده مباراه سموحه. احب اقول ان الرجال فازوا النهارده على سموحه 3-0، ودي تاني المباريات، بكره راحه ان شاء الله، وبعد بكره هنلاقي الجيش. كل التوفيق ان شاء الله لرجال الطائره يعني في النادي الاهلي. خلينا نروح للخبر الثاني، فريق فاز الفريق الاول لكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي على فريق سموحه بثلاثه اشواط نظيفه في الدور ال 16 من بطوله كاس مصر. اقيمت المباراه على صاله الشهداء بمقر الجزيره، وسوف يواجه الاهلي في دور الثمانيه الفائز من لقاء 6 اكتوبر والنصر. خلينا نشوف التقرير ده عن الطائره سيدات في النادي الاهلي وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله طبعا فوز مهم، مباراه كاس طبعا كان لابد ان احنا نفوز فيها. الاهم ان احنا الحمد لله اشركنا ال 14 لعيبه اللي موجودين في السكور، وتقريبا كل اللعيبه شاركت في المباراه، واطمنا على كل اللاعبات. الحمد لله ما عندناش اصابات، كل اللاعبات رجعت وتقريبا كله جاهز فنيا وبدنيا باذن الله للمرحله الجايه. بطوله افريقيا مرحله مهمه جدا في مشوارنا السنه دي. المرحله الاولى كان البطوله العربيه الحمد لله انهينا خلصناها وفزنا بالبطوله. عندنا المرحله الثانيه طبعا البطوله الافريقيه على ارضنا على صاله النادي الاهلي، بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، واستعاده اللقب بتاعنا اللي فقدناه السنه اللي فاتت. باذن الله انا شايف كل اللاعبات في التدريبات مركزه جدا، وعندهم رغبه اكيد ان هم يحرزوا اللقب ويحققوا اداء عالي جدا في البطوله باذن الله. والله شكل المباراه كان ماشي الحمد لله بشكل متوسط، الفرقه الحمد لله كانت حافظه الفرقه اللي هناك، واحنا كنا ماشيين بنظام ماسكين اللعب الحمد لله كويس، والحمد لله يعني ربنا عدى الماتش على خير. والله هو شكل المنافسه في الموسم ده طبعا في منافسه قويه بيننا وبين الشمس وبين الزمالك وبين سبورتنج، فرقه محترمه جدا، فرقه كويسه. احنا الحمد لله فتره قبل اي ماتش من الماتشات ديت بنعمل احنا طبعا زي محاضرات للفرقه ديت،
بنحلل كل الفرق ديت وبنظبط ده كله اللعيبه، بيبقوا نازلين الماتش شبه قريم كل الفرق اللي قدامهم وبينفذوا التعليمات والحمد لله والامور بتمشي كويس اللهم المستعان. يعني هي كانت مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، يعني ماتش سموحه يعتبر متهيألي من اكتر الماتشات اللي بتتلعب دلوقتي في دور 16. كان الاهلي وسموحه كان في لعب شويه باقي الفرق يعني مريحه. طبعا ان شاء الله يعني بيسهل لنا الامور شويه قبل ما نطلع معسكر البطوله الافريقيه ان شاء الله في سلوفينيا ونجهز ان شاء الله البطوله الافريقيه. المنافس التقليدي طبعا فريق نادي الشمس، ان شاء الله لو عدينا الكوارتر فاينل ده هنقابلهم في السيمي فاينل. وطبعا في الزمالك السنه دي عامل موسم عالي جدا، وفريق سبورتنج اللي اشترك في البطوله العربيه، فهم دايما المنافسين بتوعنا يعني الثلاث فرق دي. مباراه النهارده طبعا مباراه كاس بتفترق طبعا عن مباريات الدوري، علشان الكاس يعني بيبقى ماتشات فعلا ما فيهاش هزار خالص، انت ممكن بعد شهر لو فريق خسر خلاص كده هو بيطلع. فكنا احنا كنا مركزين جدا جدا لان برده فريق سموحه فريق كويس وماشي ماتشاته كويس جدا في الدوري، فكان لازم ان احنا نركز قوي من اول الماتش، وده حصل الحمد لله وقدرنا ان احنا نفوز الحمد لله 3-0. المنافسه هتبقى ان شاء الله قويه في كاس السيزون ده، ان شاء الله احنا اتاهلنا كده لدور الثمانيه باذن الله، ومن بعده ممكن اعتقد ان احنا هنلعب كده ممكن الشمس في سيمي فاينل، فدي طبعا هتبقى برده منافسه قويه. العادي ان احنا ممكن نقابلهم في الفاينل، بس مش عادي ان نقابلهم في سيمي فاينل، فده طبعا بيفرق كتير عن لانه فرقتين مهمين، حد منهم بعد شهر يعني يطلع بره كاس، ده طبعا هيبقى ان شاء الله السنه دي مختلف. يعني بطوله افريقيا بالنسبه لنا اهم بطوله، لان هي غير ان هي اصلا خسرناها المره اللي فاتت في النص النهائي، احنا دايما بالنسبه لنا بطوله افريقيا اهم بطوله، لان دايما بيقول ان الاهلي بطل افريقيا، فاحنا بنستعد عليها بطريقه ان هو عاملين فوكس عالي جدا، ان هو ما ينفعش خالص ان اي تشتت بره او اي حاجه تتشتت بيها عن الفولي ما ينفعش وغير مسموح بيها خالص. كابتن حمدي وكابتن رانيا طبعا مركزين معانا جدا، والحمد لله الدكتوره كمان ساعدنا ان احنا نكمل وكده. شفنا مع حضراتكم التقرير للطائره سيدات فازوا على سموحه في دور ال 16. الحقيقه كانت مباراه اقيمت في مقر الجزيره بالنادي الاهلي في صاله الشهداء. الحقيقه في بطوله افريقيا للسيدات زي ما احنا شايفين اللاعبات كل تركيزهم على بطوله افريقيا، يمكن خسرنا اللقب السنه اللي فاتت بعد ما كنا حامل اللقب لاكثر من سنه، عندهم رغبه كبيره جدا في اعاده اللقب، ان شاء الله هيكونوا قدها، والمباراه هتكون في ملعبنا وسط جمهورنا، اكيد ان شاء الله ده هيكون دافع كبير جدا. لازم اطلع فاصل دلوقتي عشان نستقبل خلال الفاصل ضيوفي. الفقره الاولى الكابتن طارق رجب مدير فني القاهره بالنادي الاهلي، والكابتن اشرف صالح مدير فني الكوميتيه بالنادي الاهلي. الفاصل وارجع استقبل ضيوفي مع حضرتك. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بضيوفنا في الاستوديو طبعا اللي شرفونا الحقيقه وفازوا بدرع الدوري شباب وشابات في الكاراتيه. الحقيقه الكاراتيه لعبه مهمه ولعبه فيصليه جوه النادي الاهلي. برحب بضيوفي الكابتن اشرف صالح مدير فني الكوميتيه، اهلا بك يا كابتن نورنا، والف الف مبروك على حصول الدرع بالنسبه للشباب، ان شاء الله مزيد من التوفيق ان شاء الله باذن الله تعالى. وبرحب بالكابتن طارق رجب مدير فني الكاتا، اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا، والف مبروك طبعا حصول على درع الدوري الشباب طبعا اكيد. يعني كابتن طارق ابتدي مع حضرتك، يمكن الناس مش عارفه قد ايه الحجم اللي بيبذل جوه النادي الاهلي في الكاراتيه، لعبتنا كلها موجوده في المنتخبات، يمكن قوام المنتخب الاساسي من النادي الاهلي، يمكن اكيد في لعيبه في انديه ثانيه، ولكن القوام الاساسي في النادي الاهلي. خلينا نتكلم على الجزء الكاتا، الجزء اللي يخص حضرتك، شايف ازاي الموضوع جوه النادي الاهلي، والنادي الاهلي عرف الجمهور بحجم الانجاز جوه النادي الاهلي. احنا في النادي الاهلي عندنا اكاديميه بتبتدي بالبراعم. البراعم دي موجوده في مدينه نصر، وموجوده في فرع الجزيره، وموجوده في فرع الشيخ زايد. ثلاث فروع كده. في الثلاث فروع. عاملين اكاديميه كبيره وكلهم من ابناء الاعضاء العاملين. هم دول النواه لابطال المستقبل للنادي الاهلي. فاحنا بنولي اهتمام كبير بالبراعم. اول خطوه البراعم. البراعم. عندنا كام لاعب في البراعم؟
حجم كبير من ابناء الاعضاء في الثلاث يعني فروع بالالفات تقدر بتهيألي. احنا بنوصل مثلا في اختبار الحزام الواحد بنوصل لحوالي 800 او 900 لما بينزلوا يختبروا امتحان حزام 800 او 900 في الحزام الواحد. فاحنا بنهتم بيهم لان هم دول ابطال المستقبل، وكل الابطال اللي هم حققوا بطولات عالميه هم من ابناء النادي الاهلي منذ البراعم، هم حزام ابيض. يعني نقول المصنع الحقيقي يعني للرجال والابطال اللي شفناهم على مدار التاريخ في النادي الاهلي. النادي الاهلي. وطبعا احنا بنشكر طبعا اعضاء مجلس الاداره السابقين والحاليين لان هم كانوا السبب في ان يدوا الفرصه والاستمرار لابناء النادي الاهلي ان هم يسافروا بره ويحتكوا بره، فرفعوا المستوى وقدروا يحققوا بطولات عالم في مستوى العالم. طب احنا قلنا البراعم عندنا عدد كبير جدا، هم دول النواه، كلمني عن المراحل السنيه وعددهم تقريبا يا كابتن. احنا عندنا البراعم من 5 سنين لتسع سنين. تمام. دي بتبقى بطولات على مستوى القاهره حرصا على نفسيه الاولاد. ما يبقاش في ضغط عصبي على اللاعبين. معظمهم بيشتركوا وبينزلوا وبيكسبوا وياخدوا ميداليات. الاحتكاك الحقيقي من سن 10 سنوات. تمام. بيبقى فيه بقى مراكز اول وثاني وثالث وثالث، فبيبقى المنافسه جامده. صحيح. احنا عندنا مدربين على مستوى عالي في الكاتا، وبنوزع الاختصاصات بحيث ان احنا نقدر نوصل لمستوى الولاد لقطاع البطوله ونقدر ننافس. ودايما النادي الاهلي عودنا ان احنا لازم نبقى نمره واحد. صحيح. المركز الثاني ما يعرفوش النادي. ما نعرفوش الثاني ده مش صحيح. موجود عندنا الثاني زي العاشر. فاحنا اول. صحيح. وبالتالي احنا كل شغلنا على ان ازاي ناخد مركز اول عشان نبقى جديرين بتمثيل النادي. طب المراحل السنيه عندنا كام يا كابتن؟ عندنا من 5 لـ9 سنين، بعد كده في 10 11 12 13 15، بعد كده بقى 16 18 يمشي زوجي بقى اساسي. خلاص ودرجه اولى. درجه اولى. ودي طبعا لقطات ارشيفيه من التمرين كقناه النادي الاهلي او كاميرا قناه النادي الاهلي كانت موجوده في التمرين. طب يا كابتن قول لي يعني ايه اللي يعني كلمنا عن الانجاز الاخير، الانجاز اللي احنا بنحتفل بيه النهارده، درع الدوري حضرتك خدته مع الشباب. الحمد لله احنا ربنا وفقنا في درع الدوري الشباب، بيمثلوا 3 هم ابطال عالم حصلوا على المركز الثاني في بطوله العالم في اسبانيا من شهرين ما شاء الله. مصطفى محمد رفعت واحمد السيد القطبي ومحمود محمود عمرو عزت. الثلاثه دول حققوا مركز ما شاء الله ثاني عالم جماعي في بطوله الشباب في اسبانيا ما شاء الله. ودي كانت الثلاثه من النادي الاهلي. وبالتالي لما نزلنا البطوله بتاعت الدوري كان سهل علينا ان احنا نقدر نكسبها لان مفيش منافس. مع ان في عندنا انديه منافسه جامده، كل الرواد والجيش طبعا طبعا. يعني فعلا منافسين جامدين. ولكن الفرقه بتاعتنا فعلا اثبتت انها ابطال عالم، وخلينا كلهم بيقفوا يتفرجوا عليهم. خلينا نقول برضو يا كابتن نعرف الناس ان الكاتا ما فيهاش اشتباك. الكاتا يعني ده قتال تخيلي. تخيلي وبيبقى فيها يعني يبقى مطلوب منها توافق ما بين التوافق العضلي والعصبي جدا. ولازم الثلاثه يبقوا كانهم فرد واحد بيشتغل مرايه. بالظبط. احنا عايزين نعرف الساده المشاهدين بالكلام ده لان الناس مش عارفه الفرق بين الكاتا والكوميتيه، فحضرتك برضو ايه احنا بنحب نوضح كل الموضوع ده ان دي لعبه تخيليه، اشتباك تخيلي ولكن في منتهى الخطوره، لان الحركه لو سبقت ما بين لاعب والتاني الدنيا باظت. صح. الحركه يعني الحركه الواحده بتفرق ما بين لعيب ولعيب. جزء من خسرت جزء من الثانيه. احنا بننافس نفس على اول. عايزه ساعات تمارين رهيبه. فيعني بيبذلوا مجهود خرافي علشان يقدروا ازاي يوحدوا الحركه مع بعض. الف مبروك يا كابتن. ان شاء الله مزيد بالتوفيق، يعني مركز ثاني عالم ما شاء الله. الحمد لله. كابتن اشرف اجل حضرتك، حضرتك مدير فني الكوميتيه، يمكن الكوميتيه فيه شويه اشتباكات في موضوع فيه محتاج حتى نوع اخر من التدريب بالنسبه للكاراتا. برضه عايز حضرتك تعرف الناس طبعا الف مبروك الاول على الحصول درع الدوري للشباب، كلمنا عن الانجاز وبعد كده كلمنا عن الاعمار السنيه والاكاديميات في النادي الاهلي. هو بالنسبه للانجاز بتاع الشباب ده 5 سنة ورا بعض على التوالي ناخد بيه الدرع ده. الدرع ده بالذات ما شاء الله. بالذات الدرع ده في السن ده في المرحله السنيه دي نفس البنات ما شاء الله. مستمرية. مستمرين معانا من الناشئات، خدنا بيهم دروع كبروا خدوا شباب برضه نفس المرحله، طلعت معانا في الشبات خدوا الدرع 5 سنين متواصله بنفس المجموعه دي. وزي ما قالك كابتن طارق كلهم من اولاد النادي.
من تحت خالص يعني بنبدا بيهم من اول بسم الله الرحمن الرحيم من عندنا لغايه لما بيبقوا ابطال عالم من عندنا من النادي. طبعا المنافسه كانت قويه جدا 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 لان في نوادي اقوى منا بكتير. احنا عندنا برضو مشكله في الشابات او في معظم فرقه النادي الكبار، الحته التعليميه عندهم مهمه جدا جدا طبعا. يعني ثانويه عامه عندنا في الاهلي مش اقل من 95% 95% ما شاء الله. عندنا دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره يعني بطل عالم، دكتور مهند مجدي دكتور مهند طبيب اسنان فهو طبعا عشان بطل عالم جيانا بطلت عالم 6 مرات في الكوميتيه ما شاء الله، والدكتوره بطل في نهائي صيدله دلوقتي نهائي صيدله كلهم كده كل الفرق عندنا كده مفيش عند كل كليات عمليه اللي جالي منا ما نعرفوش مع ذلك جايبين مراكز كويسه في وسط الضغط التعليمي دوت بقى والنفسي الحمد لله رب العالمين رب العالمين ربنا كرمنا وعرفنا نعمل بيه. ابرز المنافسين كان معاك مين يا كابتن في النوادي الثانيه؟ طبعا كان يمكن سموحه والزهور. سموحه والزهور وقدرنا نتغلب عليهم الحمد لله عدينا كله ما كسبناش ولا ماتش ما شاء الله لا ولا ماتش في البنات خسرناه. طب مين ابرز اللاعبات عندك يا كابتن بيمثلوا منتخب مصر برضو نحب نعرف الناس بيهم؟ مش عايزين نقول اسماء حد عشان الباقي ما يزعلش. دي لقطات من درع الدوري، مباراه درع الدوري يا كابتن. ده الدوري ده الدوري اتفضل يا كابتن. يعني بدل ما اقول اسماء والناس تزعل انا يعني هم 10 لعيبات هم اشتركوا في الدوري، في منهم دخل المنتخب بس ما فيش في منهم واحده خدت عالم خدت خامس عالم بس اللي هي سندس عادل دي خدت خامس عالم تقريبا. الاعمار اللي بعد الشابات والشباب في الكوميتيه في كتير واخدين ابطال عالم كتير يعني زي الدكتور مهند اللي انتوا عليه دكتور مهند في محمد الكوبي في كتير بقى اسماء كتير مش عايز اذكر لان كتير قوي كتير لما الشابات لسه ما فيش غير يمكن سندس خدت خامس عالم شابات بس انا اعرف ان في لاعبات كتير شاركوا على مدار التاريخ ولاعبين شاركوا في بطوله الاساتذه كمان يعني مش بس بطولات عالم الاساتذه دول الكبار مش للشباب بالظبط ما بيخشش لا الكبار انا قصدي الكبار بس هي بتبقى بيخش فيه افضل 8 او 9 لاعبات او لاعبين لا كانت زمان او كان زمان 8 الاوائل 8 الاوائل بيعمل لهم بيهم دوري بالظبط دلوقتي ليها نظام ثاني فيها حسبه ثانيه بيختاروهم الاتحاد الدولي بيبعت للاتحاد المصري هو اللي بيحدد الاسماء اللي محدده انها تلعب بطوله الاساتذه ففي عندنا كتير برضه سافروا في الكبار قلت لحضرتك في كلامي ان في كذا يعني في لعيبه ولعيبات سافروا بطوله اساتذه وخدوا مراكز دي سندس اللي بتلعب يا كابتن صح؟ دي سندس دي كانت مباراه ايه يا كابتن؟ سموحه بتهيألي ولا؟ لا مش شايف قوي بصراحه بعيده قوي مش باينه يمكن الصوره بعيده دي كانت تقريبا تاني مباراه سندس يعني طب يا كابتن قول لي برضو يعني كلمنا على الاكاديميات عند حضرتك قد ايه يعني لاعبين ولاعبات برضو نفس هل نفس الكلام بالنسبه للكاتا زي ما قال كابتن طارق ولا الموضوع مختلف؟ هو زي ما قال الكابتن طارق الكلام ثابت تقريبا ان هنا في مدرسه وهنا في مدرسه وغالبا في الاول البدايات بتبقى مدرسه واحده بعد كده بتتفرع لكاتا ولكوميتي برضه مدارس بس كاتا وكوميتي من سن كام يا كابتن بتبتدي تفصله ما بين الكاتا والكوميتي؟ ما فيش سن محدد بس هو السن المعترف به في الاتحاد المصري 9 سنين تحت 9 ممكن العب كوميتي قبل 9 ما فيش ممنوع الكوميتي عشان الاشتباكات هو اصلا على مستوى العالم 9 كمان ما فيش و10 ما فيش ولكن هنا في مصر بيشتغلوا في 9 و10 فبنشتغل على هذا الاساس ونجهز الاولاد من هذا السن بالنسبه للاعداد ما فيش عصر العدد كبير قوي يعني عندي في الكوميتي في المدارس 3 فروع فيمكن 1000 ونص على الاقل يعني ما شاء الله خلي بالك لازم علشان اطلع بمستوى يوصل لمستوى عالم زي اللي حضرتك الاسماء اللي قلناها دلوقتي بالزبط. لازم تبقى قاعده كبيره قوي صحيح مجال عشان لما اطلع بالهرم بالزبط. فوق يبقى الهرم مش مقفول خالص يبقى مفتوح شويه بالزبط. بحيث ان العدد اللي فوق ما طلعش لاعب او اثنين او لعيبه يطلع عدد كتير عندنا في النادي الاهلي كتير زي ما قلت لحضرتك واخدين بطولات عالم بطولات دوليه طب قول يا كابتن على مستوى الكبار والشباب والشابات بالتقريب كده احنا بنمثل كام في المية من منتخبات مصر؟ اخر احصائيه احنا عملناها في بطوله الجمهوريه اخر احصائيات عملت بطوله الجمهوريه 47% من نتائج بطوله من نتائج القاهره منطقه القاهره احنا طبعا منطقه القاهره بنيجي نلعب جمهوريه بنلعب باسم منطقه القاهره تمام النتائج اللي جابتها منطقه القاهره في بطوله الجمهوريه 47% منها باسم النادي الاهلي يعني تقريبا النص تقريبا يعني النادي الاهلي بيحصل على نص البطولات اللي تقريبا في مصر طب كلاعبين بقى في المنتخبات احنا طبعا يعني عدد تقريبا كام في المية من اللاعبين مش نتائج لا ما اقدرش احصر لك بالظبط لانها بتتغير بتتغير كل شويه كل البطوله بتتغير وكل سنه بتتغير طب خليني اسالك يا كابتن طارق يعني ايه اللي احنا شايفه محتاج في الكاراتيه؟ ايه اللي الكاراتيه محتاجه؟ ايه الفتره الجايه طلباتكم عشان نزود العدد يبقى عندنا يعني احنا يعني النادي الاهلي دايما عنده طمع للبطوله عنده طمع
للانجازات، شايف ايه اللي النادي اللي الكاراتيه محتاجه؟ هل محتاجين بطوله كبيره دوليه تبقى عندنا في النادي الاهلي؟ هل محتاجين استضافه بطولات اكتر؟ يعني كلمني ايه اللي محتاجينه نعمله نعمل بيه طفره للكاراتيه. احنا يعني الحمد لله سبق ان احنا عملنا بطوله الاهلي الدوليه من سنه ونص او سنتين، وبنامل ان احنا تتكرر تاني بالزبط. لان هي فعلا عملت يعني البطوله يعني حوالي 5000 لاعب اشتركوا في البطوله دي، وكان جنسياتهم كتير كانت يا كابتن صح. وكان يعني مكسب كبير جدا للنادي الاهلي في صحيح. في البطوله دي صحيح. ويعني بنتمنى ان احنا نكررها ونجيب ناس من بره عشان السياحه صحيح كمان. طبعا لان النادي الاهلي كبيره للبلد طبعا له الرياده في الامور دي كلها صحيح. بالنسبه للطلبات احنا كنا طلبنا حاجات مجلس اداره وافق عليها، اللي هي زي تكييف الصاله بتاعت مدينه نصر والصاله في الجزيره، يعني مشكورا يعني هم توافق عليها عليها. وفي طبعا عشان عندنا 2020 الاولمبيات، فاحنا عندنا ابطال عالم محتاجين رعايه. يعني انت تتوقع ان احنا ممكن ناخد ميداليات يا كابتن باللعيبه اللي موجوده الحاليه؟ خلي بالك احنا دلوقتي 2018، الموضوع سنتين، يعني هتلاقي الجيل الموجود دلوقتي ده هو اللي هيلعب 2020. ما هم شايف ان احنا ممكن ناخد ميداليه او اكتر اولمبيه ان شاء الله. عندنا ابطال عالم واخدين اول، يعني جانا فاروق واخده اول 6 مرات، ربنا معاها. فمحتاجين الرعايه والاهتمام والاستمرار، ولازم يشتركوا في بطولات كتيره بره صحيح. فمحتاجين دعم من النادي في الموضوع ده صحيح، لان هتبقى سابقه اولى ان النادي الاهلي عنده لعيبه. هل ممكن يحصل ده بالتنسيق مع الاتحاد المصري؟ يعني الاتحاد المصري الكاراتيه برضو اكيد، يعني كل الاتحادات بتعاني من ازمه سيوله وازمه تمويل، والنادي الاهلي الحقيقه ليه دور ريادي في الموضوع ده حتى في كل الالعاب مش بس كره القدم. فالحقيقه ممكن يتبنى على الاقل لعيبته ان ممكن اللعيبه دي تكون في يوم من الايام ابطال اولمبيه، و2020 تجيب ابطال او تجيب ميداليات تحط مصر في تصنيف تاني خالص في الاولمبيه. هو فعلا يعني كابتن محمود الخطيب وعدنا بالاهتمام باللعيبه الابطال دول وبرعايتهم، واحنا واثقين يعني أكيد في ان هو هيهتم. وهي يعني خلينا نقول النادي الاهلي، وشفنا تكريم الابطال اللي حصل من حوالي 10 ايام، النادي الاهلي طبعا ممثل في مجلس ادارته بيقف واقف يعني مسافه واحده من كل الالعاب وبدعم واحد الحقيقه. اكيد اكيد. وطبعا وجود دكتور مراد عاصم رئيس جهاز طبعا الكاراتيه المدير النشاط الرياضي السابق، الحقيقه دكتور مراد من الاسامي الكبيره اللي وجودها برده في جهاز الكاراتيه اكيد بيدي دفعه كبيره جدا للكاراتيه ككل، خاصه ان هو تتلمذ على ايده ناس كتيره جدا مدربين ولاعبين دلوقتي. الدكتور مراد احنا بنعتبره الاب الروحي لكاراتيه النادي الاهلي صحيح، لان هو من بدا يعني من سنه 93 وكان عدد اللعيبه حوالي 40 لاعب. كان معايا ضيفي وكان قاعد مكان حضرتك وحكى لي بالترتيب وسنه لغايه ما يطلع بالمنظومه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي وحققنا فيها بطولات عالم. فالراجل يعني صراحه بذل مجهود ويشكر عليه، وربنا يديله الصحه ويكمل ان شاء الله ل 2020 عشان نقدر نحقق بطولات ان شاء الله. طب كابتن اشرف، يمكن اجي لحضرتك حته 2020 طبعا البطولات البطوله الاولمبيه. خلينا نقول لما تبقى في لعبه اولمبيه بنشوف، لو ما كانتش اولمبيه وتبقى اولمبيه بنشوف منافسه شرسه بقى، تبتدي الفرق الدول الكبرى مش هتبص لبطوله عالم بقى، لا دي بتبص للميداليه الاولمبيه. وخلينا اقول ان في امريكا والدول الاوروبيه نمره واحد اللعيب الاولمبي، مش اللعيب اللي بيلعب كاس عالم، لا اللعيب اللي بيلعب اولمبيات. منافسه تبقى شرسه، ممكن لعيبه عندنا كتير كانت بتحصل بطوله عالم محتاجه دعم زياده، محتاجه احتكاك اكتر عشان تحافظ على مكانها. شايف ان النادي الاهلي بالتقريب عنده كام لاعب يقدر يكمل المشوار ده لغايه 2020؟ انا بتكلم طبعا على الحته بتاعت حضرتك الكوميتي. يعني انا متوقع شخصيا يعني لو اهتمينا بالشروط، طبعا كله بالشروط مش كده طبعا، مش مفتوحه، مفيش حاجه مفتوحه، والنجاح ما بيجيش بسهوله يعني. عايز الشروط كتير، اللي الارض موهده ليهم في النادي الاهلي ان هم يكسبوا لمصر اولمبيات في الكوميتيه، اتنين محمد الكتبي جيانا فاروق. محمد الكردي وجانا، وجانا اوريدي بطلت عالم. لا ما بطلت عالم ما كانش في اولمبياد، دلوقتي بقى في اولمبياد زي ما حضرتك قلت كده، النظام بيختلف تماما. شرسه في حسابات ثانيه غير فنيه. مش والله يا كابتن عارف، اصل خد بالك في حسابات، برافو عليك. اول ما اللعبه بتخش تبقى اولمبياد بتلاقي اللعيبه طلعت ما تعرفش منين، وجنسيات لعيبه اتجنست ولعيبه ولعيبه عشان نحافظ. احنا مثلا في الاسكواش دلوقتي احنا ابطال عالم، طب حط الاسكواش لعيبه اولمبيه، هتلاقي المنافسه بقت، هتلاقي لعيبه طلعت لك غريبه بدأت تاخد ميداليات. يعني حسب معلوماتي في امريكا كمثال، مثلا لنا معارف في امريكا بتوع كاراتيه راحوا امريكا عايشين هناك، فبيبلغونا يعني باللي بيحصل على الاقل من سنه ونص على الاقل، شغالين على حته ان هم يجهزوا الاولمبيات الكاراتيه.
تجهزوا المباريات الكرتونيه اللي عندهم. اتكلمنا عن اليابان برضه، هل احنا يعني اليابان اكيد لعبه كبيره، حتى اسم كبير عندهم الالعاب دي، الالعاب القتاليه دي نمره واحد يمكن في اليابان، يمكن اكتر من الصين كمان. شايف الصين بره بعيد خالص عنه. الصين بعيد. خلينا نشوف اليابان يعني هيبقى ليها دور كبير، هل احنا بنقدر ناخد منها ميداليات؟ شايف ده ازاي؟ اليابان كانت نمره واحد في العالم لغايه قبل ما نخش في الهوك اللي هو نظام الاوزان، انا بتكلم على الكوميتي الاوزان. بعد كده لما دخلنا الاوزان اليابان نزلت تحت شويه في الترتيب وطلعت اوروبا. طلعت اوروبا. اوروبا اسبانيا فرنسا المانيا طلعوا فوق. طب كابتن خليني ارجع لحضرتك في الحته دي بالتفصيل، بس معانا طبعا تليفون دكتور مراد عاصم طبعا رئيس جهاز الكاراتيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا كابتن، حضرتك منورنا والله، وكنا طبعا اكيد بضيوفي في الاستوديو الكابتن طبعا. انتوا منورينا دايما ودايما بالنجاح والتوفيق. وكابتن اشرف بيمسح حضرتك وكابتن طارق طبعا، وبنشكركم على البطولات الجميله اللي طبعا منورانا في الاستوديو، ونتمنى طبعا مزيد من البطولات دي يا دكتور. ان شاء الله دايما. بس يا كابتن هيثم احنا متعودين على كده. حقيقي صحيح، ما كنا لسه بنتكلم دلوقتي لسه بنتكلم، يعني الحقيقه مجهود تشكر عليه. دكتور كلمني عن مستقبل الكاراتيه في النادي الاهلي، كلمني على زي ما بيقولوا الشورت رينج واللونج رينج، كلمني على الفتره القريبه والفتره الطويله، خاصه ان في اولمبيات 2020، كلمني عن مستقبل الكاراتيه في النادي الاهلي. طيب بص، احنا الكاراتيه في النادي الاهلي يعني متصدر لفتره من 10 ل 15 سنه على الاقل. احنا طبعا ابتدينا المنظومه الجديده دي بقى لنا 25 سنه. ما لسه بيقول من 93 كابتن طارق بيقول لي 25 سنه احنا ابتدينا نبني وبنينا بنيان قاعدته قويه وكبيره، وقدرنا نحط نفسنا على الصداره لسنوات متتاليه. انت عندك مثلا فريق الشباب اللي كسبان اول امبارح ده، الفرقه دي بتكسب لخامس مره على التوالي ما شاء الله. ما لسه كابتن اشرف كان بيقول الحقيقه. فده كلام، ده كلام بالنسبه للعبه دي كلعبه غير اولمبيه. لكن النهارده الكاراتيه دخل بقى لعبه اولمبيه. ده نظام تاني خالص. معركه كبيره. مختلف. هذا موضوع مختلف، انت عارف ان ده موضوع علمي. ما هواش مجرد اجتهاد. الالعاب الاولمبيه عشان احنا نقدر نشارك فيها محتاجين عدد كبير من المشاركات الدوليه، لان في تصنيف عالمي. صحيح. والحقيقه احنا اتكلمنا مع اداره النادي الاهلي في هذا الموضوع، وقلنا ان احنا محتاجين اولادنا، اولاد النادي الاهلي، اولاد منتخب مصر يتصنفوا. صحيح. يتصنفوا لازم يشاركوا في عدد كبير من المسابقات. صحيح. والمشاركه في عدد المسابقات يعني فلوس. ومفيش اتحاد يقدر على الاقل من اتحادات الالعاب الشهيره اللي ما عندهاش ايرادات بالملايين دي، ما تقدرش تصرف على الكلام ده، مش ممكن. فمجلس اداره النادي الاهلي وعدني انه هيتم رعايه ولادنا المتفوقين بحيث انه يبقى عندهم فرصه المشاركات الدوليه اللي تضعهم على صداره التصنيف الدولي، والا مش هنقدر نشارك بيهم العاب اولمبيه. صحيح. واحنا الامل ان يبقى عندنا من ولاد النادي الاهلي حد مصنف متقدم في التصنيف علشان يشارك في اولمبياد 2020 باسم الكاراتيه اللي هتعمل اول مره. صحيح. لو النادي الاهلي قدر يدعم ولاده ويساعد الاتحاد والاتحاد يساعده ويحطوا ايديهم في ايدين بعض بحيث انه الاولاد دي تتصنف وتجيب ميداليه اولمبيه لمصر، احنا طبعا هنبقى يعني اقول لك ايه، احنا مفيش ميداليه اولمبيه دخلت النادي الاهلي قبل كده. دي الاولى لو ربنا رايد خير يا رب. بس خلي بالك دي مسؤوليه كبيره يا دكتور مراد، وزي ما قلنا يعني الحقيقه يا باشا دي مش مسؤوليه، ده حلم. ما خلي بالك الحلم مش هيتحقق الا بمجهود، وانا بتوقع يعني انا متوقع الحقيقه ان شاء الله ان احنا يعني باذن الرحمن نحتفل يوم 2020 باول ميداليه اولمبيه جوه النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. اتمنى هذا، وانا عارف ان مجلس اداره النادي الاهلي ينظر للامور الرياضيه بطريقه مختلفه، خاصه الميداليات الاولمبيه دي حاجه غاليه علينا كلنا، على مصر كلها. يبقى النادي الاهلي هو رائد دائما، فايه الغريب انه يبقى رائد في دي كمان. صحيح صحيح. انا متوقع انهم هيدعموا دعم كامل، وهم قالوا لي بس لسه الدراسه بقى والميزانيات وال اكيد يعني في لسه في شغل ان شاء الله. ان شاء الله دكتور مراد عاصم يعني الحقيقه مجهود تشكر عليه، ونتمنى التوفيق لحضرتك، ونتمنى ان شاء الله مزيد من البطولات. دكتور مراد عاصم البركه فيك وفي الناس اللي عندك دي، احنا لهم امشوا من هنا تعالوا، هم تعبانين اكتر مننا بكتير. طبعا يا دكتور، وده دور حضرتك اكيد، بتحب طبعا تشتغلوا بروح الفريق. دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا بهذه المداخله. الحقيقه ارجع لحضرتك كابتن اشرف، يمكن مداخله كابتن مراد مهمه، لان هو الراجل يعني ليه باع وزراع كبير جدا طبعا في تنميه الكاراتيه حتى في النادي الاهلي، واللي كان بدوره مردود كبير على المنتخبات. ارجع لحضرتك في حته المستقبل برضو اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها، اتفضل يا كابتن اشرف. وكنا وقفنا عند اليابان. بالظبط. حضرتك اليابان كانت في الاول خالص
هي نمره واحد لغايه لما دخلنا في الوكو. ابتدى يخش الاوروبا تبقى هي في الترتيب الاولاني، نزلت تحت شويه في الترتيب اليابان. قعدوا يخططوا التخطيط السليم المظبوط العلمي الاكاديمي العملي طبعا زي ما انت عايز بقى. بتاخد بالعلم دلوقتي ولسه حاليا مراد بيقول لك الموضوع علمي خلاص. لما دخلت اولمبيات يا باشا شيء ثاني خالص. هم بيرسموا الاولمبيات من كام سنه، دلوقتي بقى لهم 3 4 سنين على الاقل في بطولات العالم مكتسحين معظم المراكز الاوليه، سواء كابتن عند كابتن طارق او كوميتي عند العبد لله، على مستوى العالم واخدين مراكز اول كتير قوي. صحيح. طب خلينا نقول ان اليابان هتسيطر بشكل كبير جدا على الميداليات لو حتى في بطوله اولمبيه. خلينا نقول ان برضو في دول زي امريكا حضرتك بتقول بتدرس وبتشتغل من فتره بتشتغل من فتره لانها حاطه عينيها على الاولمبيات وبتبقى دارسه المفروض تجيب كام ميداليه وتطلع الاول ازاي. هتلاقي اوروبا نفس الكلام. خلينا نتكلم عن اوروبا شويه لان اوروبا الاقرب لنا. يمكن لعبهم قريب من لعبنا اكتر، عندهم خبره اكتر من امريكا. بالظبط. خلينا نقول اوروبا مين الدول اللي شايفها برضه هتخش في الساحه بشكل كبير قوي لغايه 2020؟ هي معظمها هتلاقيها مش هتتخط، مش هتطلع بره فرنسا، يمكن تركيا شويه، ممكن اسبانيا. دول اكتر ثلاث دول او اربع دول. في دول ثانيه بس مش يعني بس دول اكبر ثلاث دول ممكن يكون لهم منافسه كبيره. عندهم منافسه كبيره وبياخدوا مراكز كتير في بطولات العالم. صحيح. بالذات فرنسا واسبانيا. انجلترا لا شويه بعيد. كده يعني. لا ان شاء الله يعني كلنا وراك وكل الدعم وراك. في العالم احنا في على مستوى العالم احنا بننافس ناس بقوه وبنتخطاهم وبنتخطاهم. انما انا زي ما قلت في الاول موضوع وعزتك برضو قلت موضوع الانبات موضوع تاني خالص. خالص معركه تانية خالص وشغل تاني من دول كبرى ودول عظمى هتلعب على يعني حسب انا ممكن ولا في امريكا مره قالوا لنا ان انا اهتم بلاعب سباحه يجيب لي 5 ميداليات ولا اهتم بفرقه 11 لعبه تجيب لي ميداليه واحده. لا انا اهتم بالله. برافو عليك. هم عمليين جدا بيقدروا يجيبوا الميداليات من اي مكان. لا شفنا السباحين الامريكان بيلعبوا رفع اثقال حاجات كتير. لا اللاعب لوحده جايب 7 8 ميداليات بيبقى داخل كذا ايفنت فبيجيب ميداليات كتير. صحيح. طب كابتن طارق يمكن تمثيل الكاراتيه في مجلس اداره النادي الاهلي في الدكتور مهند مجدي الحقيقه لتاني دوره على التوالي اكيد دي ثقه الجماهير العموميه. ده ان دل فيدل ان الكاراتيه ليه مكانه كبيره جوه اعضاء الجماهير العموميه. يعني خلينا اقول الممثل او يبقى الممثل عن الكاراتيه جوه النادي الاهلي او جوه مجلس اداره النادي الاهلي ده بيدي دعم للفرقه بيدي دعم للعبه ولا شايف ده ازاي؟ اكيد طبعا الدكتور مهند جوه في مجلس الاداره بيدعم جهاز الكاراتيه وبينقل صوتنا وطلباتنا اسرع طبعا غير ما يكون ما فيش حد موجود جوه. لكن هو مجلس الاداره صراحه معظمه من الناس اللي احنا يعني عارفينهم من زمان موجودين فعلاقتنا بيهم طيبه جدا وياما سافروا معانا ورؤساء بعثات فالعلاقه الحمد لله اسره واحده بتالي. فاي طلبات احنا بنطلبها مجلس اداره بيقدر ينفذها هم ما بيتاخروش. وحضرتك يعني قلت لي ان نفسك موضوع البطولة الدولية تاني ترجع لك عملت من سنة ونص أو سنتين. لأن دي خطوة ممتازة بالنسبة للنادي الأهلي. كان النادي الأهلي من الإمكانيات حتى الملاعب الصالات عندنا نستوعب أي عدد. عندنا عندنا صالة مغطاة ممتازة يعني الصراحة وقدرنا ننفذ فيها البطولة الأولانية ونتمنى إن احنا نعمل البطولة الثانية بدعم من مجلس الإدارة. وهنحاول ان احنا نرسل للدول الخارجيه انها تيجي عشان نزود السياحه فتدي انطباع عن مصر فتدي انطباع ان احنا النادي الاهلي هو موجود ومصر موجوده ان شاء الله ربنا هيوفقنا ان شاء الله. الله ينور عليك يا كابتن. طبعا نورتيني وشرفتيني كابتن طارق رجب مدير فني الكاتا في النادي الاهلي ومبروك على بطوله الدرع الدوري للشباب. الف الف مبروك يا كابتن نورتيني وشرفتيني. الله يخليك متشكر جدا. كابتن اشرف صالح طبعا مدير فني الكوميتيه الف مبروك على الدرع شبات والفوز للسنه الخامسه على التوالي. الله يخليك. الف مليون مبروك منورنا وشرفنا. الله يخليك. ان شاء الله يكون بينا لقاءات كتير اكيد ان شاء الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين طبعا بنشكر مدربينا العظام في الكاراتيه على هذه البطولات ونتمنى ان شاء الله مزيد من المجهود والعرق عشان حتى ان شاء الله 2020 نحتفل بميداليه اولمبيه داخل النادي الاهلي. الحقيقه ده هيبقى يوم عيد كبير وحلم زي ما قال دكتور مراد عاصم لينا كلنا. خلينا نطلع لتقرير مهم. عندنا اللاعبه مريم متولي طبعا من اللاعبات المؤثرات جدا في الفريق الاول للكره الطائره سيدات. اللاعبه تعرضت لاصابه يعني مش متكرره بس تراكميه في الكتف. اختاروا انهم يعملوا العمليه من حوالي 4 أو 5 شهور. مريم بدات تعود واحده واحده. البطوله العربيه كان متخطط ليها انها تلحقها اللي فاتت في شهر ديسمبر ولكن ما قدرتش. استمرت في العلاج الطبيعي. مريم نزلت التمرين على اعلى مستوى
بدات دلوقتي تنزل التمرين وتضرب الكور وبدات تخش بشكل كبير جدا استعدادا طبعا لبطوله افريقيا القادمه. في تقرير طبعا عملناه مع مريم، هنشوف التقرير ده وهنرجع طبعا نستقبل ضيوفنا في تنس الطاوله، هنستقبل الكابتن محمد عبد الحميد والكابتن مروان محمد، يعني هنستقبلهم في الفاصل، بس نشوف تقرير مريم الاول وارجع لحضراتكم. الحمد لله انا رجعت التمرين داخله في شهر اهو، وابتدينا الاول التمرين تدريجي، كابتن حمدي وكابتن ياسر مش بيتقلوا عليا قوي، وشغاله الفيتنس مع كابتن رانيا، وابتديت الحمد لله بقى لي يعني الاسبوع ده احسن شويه ان انا ادخل الماتشات عشان ابتدي اتعود ارجع يعني واحده واحده. يعني طبعا احنا بننافس كذا فريق في الدوري، بس ان شاء الله يعني كالعاده نكسب الدوري والكاس ونستعد لافريقيا كويس. يعني اقرب المنافسين لينا فريق الشمس، هو الوصيف لحد دلوقتي في الدوري، احنا وهم وسبورتنج بننافس. يعني طبعا احنا ان شاء الله نفسنا نكسب افريقيا السنه دي ونعوض خساره السنه اللي فاتت، وان شاء الله يعني استعدادنا قوي ليها من خلال معسكر، عندنا معسكر بره ان شاء الله في سلوفينيا، وان شاء الله البطوله طول ما هي على ارضنا ده طبعا يخلي علينا ضغط كبير ان احنا ما ينفعش خالص نخسر ان شاء الله، ونركز ان شاء الله في ماتشات الدوري والكاس، ده برده هيبقى استعداد لينا قوي ان احنا نكسب يعني ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. تنس الطاوله في النادي الاهلي منذ ايام فازوا ببطوله الجمهوريه ناشئين وناشئات من 12 سنه ل 21 سنه. اتاهلنا الاول من بطوله المنطقه من شهر، مثلنا المنطقه في بطوله الجمهوريه، فزنا ببطوله الجمهوريه. البطوله بتقاس بمجموعه ايفنتس، انت مهم في الاخر تكون حصلت على اعلى عدد من الفرق او الايفنتس دي بحيث انت في الاخر تفوز ببطوله الجمهوريه. النادي الاهلي حقق ده. خلينا نقول برضو النادي الاهلي في مجموعه كويسه قوي، احنا اتكلمنا قبل الهوا، مجموعه من اللاعبين الناشئين بيلعبوا على اعلى مستوى، في لعيبه خدت مراكز، هنقول لكم المفاجاه دي، وعندنا لعيبه كمان مصنفين تصنيف عالمي كبير جدا. بس الاول قبل ما نتكلم على الموضوع ده لازم ارحب بضيوف، ارحب بالكابتن محمد عبد الحميد مدرب فريق 18 سنه تنس الطاوله في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، منورنا والف مليون مبروك على البطوله. الله يبارك فيك. البطوله واعداد اللاعبين بالمستوى ده هو ده الاهم. ربنا يخليك. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. وبرحب طبعا بمروان محمد لاعب النادي الاهلي تحت 18 سنه والمصنف رقم واحد في مصر، واللي حصل طبعا مع فرقته على البطوله الماضيه. اهلا بيك يا مروان، منورنا. اهلا بحضرتك، ان شاء الله نشوفك حاجه كبيره يا رب ان شاء الله، وتكون بطل من الابطال اللي تشرف بيهم. يمكن اروح لكابتن محمد. كابتن، قبل ما نروح طبعا للاحداث في تنس الطاوله والطفره الكبيره اللي شايفها تنس الطاوله الفتره دي اللي بالتالي انعكست على منتخب مصر، خلينا نتكلم عن الانجاز اللي احنا فيه، بطولة الجمهورية، ازاي تأهلنا من منذ البداية وحتى التتويج باللقب. احنا ابتدينا الموضوع ان احنا عندنا بطولات الفرد اللي احنا بنلعبها بتأهل اللعيبة بتاعتنا ان هي توصل لأعلى مستويات في المنافسة فيها. بقى عندنا لعيبة كتير تصنيفهم من الأول لغاية السادس تقريبا، في مروان واحد، أحمد برغامي رقم اثنين، في أدهم وليد وجواد خمسة وستة على مصر. دول الاربع لعيبه مع يوسف عبد العزيز وكريم عبد العزيز. يوسف عبد العزيز دوت هو حاليا هو ال11 على العالم، وهو بيجي يلعب معانا في بطوله الفرق، هو بيشارك معانا في بطولات الفرق. وكريم عبد العزيز هو لسه طالع دلوقتي معسكر التدريب. لا لا لا، هو لا مش هقول شباب واسماء، بس هو لسه طالع يحترف في المانيا، ما كملش اسبوعين ثلاثه وجي لعب معاه. ولا فين؟ في نفس المكان، نفس مركز التدريب في لازبيك هناك. فهو راح لعب هناك لمده اسبوعين، وبعد كده رجع لعب معانا البطوله.
والحمد لله ربنا كرمنا، تأهلنا في بطولة القاهرة، خدنا مركز أول، كسبنا ساعتها 6 مباريات على مستوى القاهرة ما بين نادي الشمس، نادي الجيش، شبان مسيحية القاهرة. وبعد كده تأهلنا لبطولة الجمهورية. بطولة الجمهورية احنا شاركنا في بطولة إجمالا عبارة عن 7 مباريات، 7 مباريات كان معنا في المجموعة نادي الإعلاميين ونادي المستقبل ونادي الرباط. وبعد كده دور الثمانية لعبنا نادي الجيش، كسبنا كل مباريات، كسبنا الحمد لله 3-0 ما شاء الله، باستثناء المباراة النهائية هي اللي كسبناها 3-1. بعد كده دور الأربعة لعبنا نادي استاد المنصورة، وعمل مفاجأة استاد المنصورة في البطولة دي، فاحنا تفاجأنا باستاد المنصورة في البطولة دي. ولعبنا كسبنا نادي الزمالك سيمي فاينل، وفي الفاينل الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا نادي علي عبد المنهور اللي هو المفروض يعتبر أقوى تاني فرقة بعد النادي الأهلي الحمد لله. طب وتسوق عمل ايه نادي تسوق معاكم؟ انا بركه الله يعني عصر طالع نادي تسوق. نادي تسوق ما شاركش في البطوله ديت، البطوله دي هو متاهلش من عنده، متاهلش من المنطقه بتاعته الف مبروك يا كابتن، الله يبارك في حضرتك، انجازات كبيره وربنا يكرمكم. وهرجع لحضرتك بقى في تصنيف اللاعبين والموضوع ده، بس اروح لمروان. مروان، يمكن البطوله دي زي ما بيقولوا بطوله في طريقك في مشوارك، كلمني انت من منذ بدايتك في النادي الاهلي، ولاد النادي الاهلي اتدربت ازاي، اتمرنت مع مين لغايه ما وصلت ما شاء الله دلوقتي للاعب او التصنيف الاول في مصر في سنك؟ هو في 12 سنه بدات مع كابتن محمد عبد الحميد برضو، مسكني تقريبا 3 سنين او سنتين ونص. بعد كده 15 سنه مسكني كذا مدرب، مدربين كابتن محمد شراوي كابتن محمد اسماعيل، برضو كنت غالبا يعني تقريبا رقم واحد برضو. وانت صغير واخدها من الاول؟ لا انا وانا صغير في 12 سنه ما كنتش باين، كنت سابعه بس عادي في البدايه، مش كده يعني، في البدايات النهايات هي المعيار. ومن اول 15 تقريبا يعني الحمد لله رقم واحد، بس جات لي اصابه في فتره فرجعت شويه. اصابه ايه يا مروان؟ دخلت يعني عربيه يعني اصابه مش جوه الملعب. لا مش جوه الملعب، حادثه. حادثه فرجعتني شويه فتاخرت، بس الحمد لله يعني برافو عليك. رجعت بقى كابتن محمد مسكني من 18 سنه، بدات بقى معاه تاني وكده، وبدانا من الاول الحمد لله رجعت اول تاني. طب خليني اقول خبر يعني كره السله سيدات بتلعبوا بطوله المنطقه، فازوا على الشمس منذ قليل 97-86. نادي الشمس نادي كبير وفرقته كبيره الحقيقه، مباراه بفرق 11 نقطه الحقيقه، الف مبروك. وامبارح فاز النادي الاهلي على الغابه 66-55، ماشيين بخطوات ثابته فريق السله السيدات لبطوله المنطقه. الحقيقه خلينا نقول ان كابتن هاب الالفي عامل روح جديده في الفرقه، فرقه السيدات يمكن من سنتين خلتنا حتى نركز معاك، يمكن النادي الاهلي كان عنده مشكله في فريق السيدات في كره السله، الحقيقه من سنتين شفناهم على طول في منصات التتويج اول يا ثاني، الحقيقه ده انجاز كبير ونتمنى ليهم التوفيق والاستمرار على المستوى ده. معلش انا اسف يا مروان، بس احنا بنتابع على قد ما بنقدر الالعاب كلها. خلينا اقول يا مروان يمكن طموحاتك، يعني انت فكرت انت لسه قبل الهوا بتقول يعني احتمال اطلع المانيا، طموحاتك ايه في الاحتراف، والاحتراف هيضيف لك ايه؟ هو طبعا التمرين بره وكده بيبقى يعني بتستفاد اكتر، بتلعب مع كذا ايد، بتلعب مع كذا واحد من كذا بلد وكده، فبترجع مصر بتبقى اللي هو متعود على كذا ايد فبتبقى صحيح. عارف هتلاقي يعني الناس هتلاعبهم متعود على فنيات عاليه، بتلعب مع فنيات عاليه بره اكتر. طب قول لي يعني يمكن الاكتر بيروح المانيا، يعني انا شايف حتى عصر عمر عصر راح المانيا، يوسف عبد العزيز المانيا، كريم برضو يا كابتن برضو المانيا، اشمعنى المانيا؟ يعني هل زي ما بنقول عمر فتح لنا الطريق، ولا كان اللعيبه قبل كده عرفت الالمان بمستوى اللاعب المصري؟ لا هي المانيا معروفه بال يعني في البنج والتمرين وكده مستواها عالي، ما بيهزروش بعد الصين، هو الصين ما بتهزرش كده كده، الصين ما بيهزروش بس المانيا بعدها بقى على طول دي اللي بتبقى يعني سهله سنه ان انت تقدر تروحها، خاصه ان الصين بتهيألي ما فيش محترفين، هم مش عايزين محترفين، مش عايزين يعني هم عندهم يعني عندهم بيصدروا انما هي المانيا ممكن تستقطب، خاصه ان احنا يعني يمكن الثقافه قريبه، الارض يعني الدنيا قريبه. طيب انت يعني لما تروح هناك بتروح احتراف فقط، ولا ممكن يبقى مع دراسه؟ يعني دي بتبقى بقى يعني على حسب يعني اختيار بقى يعني انا الفرق. اختار لا اختيار انا يعني انا عايز اعيش بره خلاص بقى في دراستي وكده، ولا اللي هو بس ابقى مرتبط هناك بالتمرين واجي هنا على الدراسه؟ احتراف احتراف، اصل هو في ناس تقول لك اللعب في جامعات او مدارس بيسموه احتراف، انا ما بسموش احتراف، بتبقى خطوه للاحتراف ولكن ده مش الاحتراف، لان انت ما زلت طالب وبتدرس، انما في فرق بين الاحتراف والمدرسة، ده انت اللي هتحدده لما تيجي تطلع. اذا كنت هتكمل مع دراستك ولا هتحترف فقط؟ لا هحترف فقط. انت عايز توصل في البينج بونج؟ عايز اوصل في بينج برضه، يعني مش عايز اللي هو اسيب مصر خالص اكيد يعني. طب قول لي مروان انت مين مسك الاعلى؟ سيد لاشين قدها؟
طب بتلعبوا ولا بتلعبوش؟ يعني طبعا كابتن ياسين كابتن الفريق طبعا باسم كبير جدا والمحترف سنين طويله بره. بتلعبوا بيعمل معاك لما بيجي؟ لا ما بشوفش حاجه يعني بس لا بس خد بالك يعني كابتن سيد حبوب جدا. طبعا وكان معايا هنا في الاستوديو الحقيقه انا اللي كنت معاه من كتر ما هو يعني ما شاء الله من اخلاقه وادبه الواحد حقيقه كان سعيد جدا ان انا كنت قاعد معاه في الاستوديو. سيد عنده حته احتضان اللاعبين الصغيرين بامانه. اكيد انت لمست دي. طب قول لي انت ليك اخوات يا مروان؟ عندي اخ واخت. بيلعبوا بينج برضو؟ لا اخويا بيلعب في السباحه في النادي هنا برضو في الاهلي. واختي لسه 6 سنين. لسه صغيره. بس طب انت ايه اللي خلاك تروح ناحيه البينج بونج؟ يعني السباحه وبينج يعني ايه ليك حد في العيله؟ ايه اللي خلاك؟ لا انا اول واحد في العيله اخش البينج. من عند ربنا كده؟ من عند ربنا. زمان يعني وانا صغير في المصايف وكده عشان انا صغير فما بلعبش فقلت بقى عايز اخش عشان اكسبهم بقى وكده. برافو عليك. بس فلقيت بقى ان اللعبه اكبر من كده بكتير يعني. حبيتها. وسفر بقى وكده. مرة كم ساعه في اليوم مره؟ يعني تقريبا يا 3 أو 4. كلهم يعني كلهم على الترابيزه ولا في فتنس في؟ لا في غير الفتنس بقى. الفتنس بيبقى في الاخر كده نص ساعه. يعني دول 3 أو 4 ساعات لعب على الترابيزه مع المدربين واللعيبه وبتلعبوا بعض وبتاع وتدريب ده غير الجيم وال انت ما تلاقيش وقت يا ابني تذاكر خالص. لكم فونك لعلمك تعرف ان التنس الارض التنس الطاوله مصنف اعنف لعبه على مستوى العالم. اعنف ضغط عصبي على الـ على الـ على اللاعبين. يعني انا شفت تقرير كان مكتوب ان تنس الطاوله اعنف لعبه او اكتر لعبه بتاثر على اعصاب اللاعب لان هو بيبقى مركز تركيز عليه جدا. فده الله يكون في عونك بترجع ما تلحقش تذاكر انت. بذاكر. طب يلا ربنا يوفقك يا مروان. طب خليني اروح لك يا كابتن محمد. يعني الحقيقه عايزين نشوف احنا وصلنا لايه. يعني دلوقتي احنا شفنا يوسف خلينا نقول مفاجاه حضرتك اللي تقولها للناس انه كان بيلعب احسن 16 لاعب. اتفضل يا كابتن. يوسف كان بيلعب طبعا بطولة. يوسف لاعب النادي الاهلي تحت 18 سنه. بعد ما خلصنا البطوله هو سافر في نفس اليوم بالليل لوكسمبورغ. كان بطوله توب 16. توب 16 اللي هم افضل 16 لاعب على مستوى العالم. افضل 16 لعيب على مستوى العالم. كان معاه في مجموعه لعيب من اللعيبه الجامده جدا واللي هو اللي معمول له سبورت جامد جدا من الاتحاد الدولي. لعيب من امريكا اسمه كاناك. هو كسب اول مباراه دي كانت بدايه المفاجاه يعني في البطوله. يعني يوسف كسب اللاعب المصنف الاول على البطوله في اول مباراه في البطوله كسب 4-3. وبعد كده لعب ماتشين تانيين كسب ماتش وخسر الماتش الاخير 4-2. بعد كده لعب كريستي بيلتا. كريستي بيلتا دوت بطل اوروبا سنتين ورا بعض وهو من رقم 8 او 9 العالم تقريبا وهو مصنف الثاني على البطوله ولعيب جامد جدا. يوسف برضه كسبه بنتيجه 4-1. وبعد كده يوسف في المباراه السيمي فاينل خسر 4-0 من لعيب من الهند. لعيب كويس جدا بس هو ربنا ما كرموش يعني. هو حاول بس من 16 ده انجاز كبير جدا. فهو لعب فخد مركز الثالث مقرر يعني في البطوله ديت والحمد لله. يعني دي انا شايف ان ده انجاز كبير جدا ليه وانجاز بالنسبه لكل اللعيبه الناشئين اللي موجودين عندنا في النادي واللي موجودين في مصر كلهم يعني. طبعا. طب يوسف احنا قلنا محترف المانيا. محترف المانيا. من كام سنة؟ وكان بيلعب البطوله دي وهو مصاب. لعب يعني البطولة يوسف جه لعب جات له اصابه قبل بطوله الفرق اللي احنا لعبناها في اسكندريه. جات له اصابه قبل البطوله بيوم بالظبط. اصابه في العضله الضمه. اتزحلق في الارض كده. فجات له اصابه في العضله الضمه. جه البطوله الى حد ما كان مريح في اول الماتشات بس الماتشات الثقيله كلها لعبها سواء مع ايفنت 18 او مع ايفنت لعب مباراه الفاينل مع ايفنت 21 سنه. يعني لعب في السن الاكبر. لعب في السن الاكبر والحمد لله برده فرقه 21 سنه مع كابتن محمد صبري كسبه. ما شاء الله. والحمد لله يعني هو فضل وسافر في نفس اليوم بالليل ولعب وهو داس على نفسه وضغط على نفسه عشان خاطر الفريق. ما شاء الله. والحمد لله خد مركز خلانا ساعدنا ان احنا ناخد المركز الاول. كنت بتتابعه ازاي يا كابتن؟ على الواتساب مثلا هل كان بيبعت لك؟ هل كنت بتشوف ماتشاته على احد القنوات يعني؟ لا كان على الاي تي تي اف. الاي تي تي اف تشانل شغاله بتذيع ماتشات وهو اوريدي بعد الماتشات بيخش يبعت لي على الواتساب وبنتكلم مع بعض. تابعت معاه انت الماتشات؟ كنت متابع معاه. وغير كده هو معاه كابتن بسنت عثمان دي مدربه زميلتنا. فهي موجوده معاه. كان مدربته؟ هي طالعه من قبل الاتحاد المصري. الاتحاد المصري هو طالعه معاه. وهو اصلا البطوله دي طالع فيها 2 لعيبه مروه هشام ويوسف عبد العزيز. عملنا فيها ايه؟ مروه تقريبا هي كانت بتلعب من 9 ل 16. كويس برافو. يعني بس يوسف هو اللي خد مجرد انها تشارك في احسن 16 ده انجاز في حد ذاته. ده انجاز طبعا. حتى لو خدنا 19 حتى لو خدنا 16 على اساس ان هي بطلة افريقيا. فهي دخلت على اساس ان هي بطلة افريقيا. طب البطولات دي مين بيتحمل تكلفتها؟ الاتحاد ولا النادي الاهلي ولا اللاعب؟ الاتحاد. الاتحاد لان هو بيمثل مصر. بيمثل مصر. بيمثل مصر. طب البطوله اللي هي احسن 16 او توب 16
حضرتك كنت بتقولي ان ما بيشاركش فيها اللعيبه الصينيين، ما شاركش فيها دي لقطات من التتويج يا كابتن مش كده؟ اه ده تتويج. دي كانت سالت سبورتنج ولا سالت نادي سبورتنج؟ دي سالت نادي سبورتنج. اه هل يعني مشاركه اللعيبه الصينيين ما بيشاركوش في السن ده ايه السبب؟ يعني الصينيين ليه ما بيروحوش في السن 18 سنه؟ هم الصينيين عارفين ان هم بيداروا على كل حاجه، يعني هم مكبين كل لاعب عنده 22 سنه عنده 16 سنه 17 سنه. في فانزندونج خد اولمبياد الشباب كان عنده 16 سنه على 17 سنه وكان رقم 2 على العالم او 3 على العالم رجال وهو عنده 16 17 سنه. فهو كده كده بالنسبه له هو البطولات اللي هي التوب 16 والبطولات اللي هي الحاجات دي هي اللي تهمه. هو عايز الحاجات اللي هي الكبيره عشان هي اللي تهمه. صحيح. طب قول لي يا كابتن، يعني الفتره اللي جايه شايف مين ممكن؟ طبعا سنه الحياه نحصل احلال وتبديل، طبعا مروان ما شاء الله عليه هياخد مقعده في الرجال اكيد قريب بيوسف. شايف كام لاعب عندنا طالع من تحت شايفه كويس؟ كتير ما شاء الله. انا ايفنت 21 سنه كله فيه لعيبه كتير جدا كويسه، 3 4 لعيبه اللي موجودين فيه لعيبه تقيله، وايفنت 18 سنه نفس الكلام، يعني نفس الكلام 18 سنه فيها 5 أو 6 لعيبه تقال اللي هم الاربعه اللي موجودين ويوسف وكريمي، بس 6 لعيبه دول لعيبه تقيله. دول اللي انا شايف ان هم هيكملوا قدامنا، ان هو اوريدي فرقه 21 بتكمل من فرقه 18. صحيح. واللي لعبوا اساسيين وفي في في في, في يعني في الرولز بتاعت الاتحاد المصري ان انت من 21 بتستعين بالرجال في الرجال برضه بيلعب ماتش الدوري في الرجال. وهم اوريدي السنه اللي فاتت كان يوسف وكريم بيلعبوا ماتشات الدوري في الرجال. ما شاء الله. فهو نفس النظام السنه دي، بس السنه دي عشان الاتحاد لغى المرتبط فما سجلهاش السنه دي، فاحنا ما دخلناش نشارك مع رجال السنه دي. لو كان مشاركنا كان زمان فريق 18 سنه كلها هتشارك مع رجال، لان بيحق ليك كفريق رجال او فريق مستعين. بيشارك في يستعين باللعيبه المسجله في الدوري، سواء في الدوري الناشئين 21 سنه او في دوري المرتبط ان هو يشارك في مباريات الرجال. طب مروان قول لي، يعني لو في حاله احترافك، عشان الناس فاهمه اللي بيحترف انه خلاص بيسيب النادي الاهلي وما عندوش علاقه زي ما بيحصل في الكوره، بيحصل في اليد، بيحصل في الباسكت، ولكن في تنس الطاوله لا الموضوع مختلف، ممكن تحترف وبرضه ترجع تلعب مع النادي الاهلي، برضه فهمنا الموضوع ده ازاي؟ هو يعني الاحتراف بره وكده بتلعب ماتشات دوري مع النادي، فمثلا ماتشات دوري تبقى من فتره من مثلا شهر 1 لشهر 3، فانت بتقعد الفتره دي وبعد كده بترجع تاني بقى عادي. تمام. وترجع لهم على الماتشات. طب هل في خلال الفتره من شهر 1 ل 3 مثلا الدوري بره ممكن لو النادي الاهلي احتاجك في بطوله بحاجه ممكن ترجع يوم او يومين وترجع تاني؟ لا ما طبعا هنزل. ما ينفعش عادي ولا ينفع؟ لا هو بيبقى اصلا النادي اللي هو يعني النادي في الاول بيبقى متفق ان انت هتروح، بس لو احتاجناك هتيجي. ده بيبقى اللي هو اتفاق. انت ماضي عادي مع النادي يا مروان؟ ماضي عادي. هو حتى يعني العقود مش بس على الفريق الاول، حتى الناشئين مثلا 21 و18 بتوقعوا. وفي انتقالات حره مروان بتبقى للتنس الارضي؟ هل انت لو التنس الطاوله للاسف هل حبيت تروح نادي تاني او احنا حبينا نستقدم لاعب تاني؟ اكيد طبعا انت هتبقى بتفضل النادي الاهلي، ولكن لو حبيت تستقدم لاعب تاني من نادي تاني الاحتراف مفتوح حتى في الناشئين ولا لا؟ بيبقى من بعد سن 21 سنه. من بعد النادي ما بيسيبش اللعيبه غير بعد 21 سنه. قبل 21 سنه لا ما بيوافقش اي نادي متمسك. لا الاهلي. لا بتكلم على الانديه الثانيه لو حبيت تستنى. الانديه الثانيه بقى ما اعرفش النظام ايه يعني، بس ممكن نجيب لعيبه، في لعيبه كتيره جبناها السنه دي. بيع وشراء ولا بيبقى انتقال حر يا كابتن؟ لا انتقال حر بيبقى اخلاء طرف من النادي بتاعه. هو الاخلاء طرف ده بيدفع فيه فلوس؟ لا مش في اللعبه بتاعتنا ما فيهاش ماديات كتير قوي في حته الشراء وبيع اللعيبه، يعني الماديات كلها موجوده في الجزء السن بتاع الرجال والسيدات اكتر. العقود مع الانديه هي دي، اللعيب بيبقى حر من 21 سنه فبيعرف يتحرك. يعني ما بنلاقيش تعسف من نادي ما يقول لك لا انا مش هسيب، يعني مثلا النادي الاهلي عايز يجيب لاعب مثلا من اي نادي، ما بنلاقيش تعسف من النادي بتاعه يقول لك لا انا مش هديله لا هو دي موجوده هي دي موجوده. طب ما بالظبط، بس هو النادي هناك كده كده حتى ما بيطلبش منه فيه فلوس، يعني قليل جدا لما تلاقي يقول لك لا انا عايزه. واحنا النادي الاهلي ما يعني الموضوع بالنسبه لنا احنا كده كده عندنا قاعده ناشئين كويسه. أنا فاهم. عندنا ناشئين في لاعب في حاجه بيبقى في لعيبه موجوده، بس الموضوع بيبقى صعب جدا ان انت في الناشئين عندنا ان انت تطلع فلوس تجيب لعيب صغير. طب يعني خليني اقول في مشكله بنقابلها كبيره جدا في تنس الطاوله، ان احنا بيطلع لنا قاعده كبيره ما شاء الله مروان لاعب على مستوى عالي، يوسف ممكن يطلع لك في سنه من السنين 4 أو 5 لاعبين على اعلى مستوى وابطال عالم في سنهم. تمام. بس الفريق الاول خلاص انت القايمه مليانه مش هينفع تشيل حد وتدخل حد من الناشئين، بتتصرفوا ازاي؟ هل ممكن تودي اعاره؟ بتعملوا ايه؟ طب قول لي. ده اللي حصل السنه دي احنا كانت الفرقه بتاعتنا كان في لعيب عندنا اسمه مازن فاروق وفي لعيب اسمه محمود مهدي، دول طلعوا اعاره السنه دي لنادي الشمس.
لان كان عدد الفرق كان كبير عندنا السنه دي، فطلعوا عرض نادي الشمس، فده حاجه موجوده عندنا في الايفنت بتاعنا. وبرده نفس النظام حصل في ايفنت 21 سنه عبد الرحمن ابراهيم، ده راح اعارى نادي الجيش السنه دي، هو لقى ان الفرصه قليله بس هيلعب بره، هيطلع اعاره لمده سنه، ممكن ياخد بعد سنه ويلعب ويرجع على نادي تاني. يعني هو الاعاره لغايه احنا قايمه ال 18 سنه عندك كام يا كابتن؟ يعني كام لاعب؟ 8 لعيبه. 8 لعيبه اه حد اقصى وتهيألي نفس الكلام بالنسبه للناشئات برضه. بس كل الفرق 8 لعيبه بس انت ادالوا اللي هم بتشارك بيهم في اي بطوله اللي هي بطولات الفرق. بطولات الفرد انت حسب بقى عدد الفرق اللي موجوده عندك بالزبط. عندك 13 لعيب 14 لعيب، عندك 6، عندك 3 حسب العدد اللي موجود عندك. يعني انت ممكن تسجل اكتر من 8 بس اللي معاك بيبقوا 8. الثمانية بيبقوا في بطولات الفرق، بطولات الفرق تخش بيهم باسم النادي الاهلي. انما باسم النادي الاهلي ممكن يبقى عندك 16 لاعب بيلعبوا فردي باسم النادي الاهلي، بيلعبوا فردي باسم النادي الاهلي. بس انت بتاخد احسن 8 او احسن اعلى ترتيب، بيبقى احسن او المدير الفني بيبقى ليه وجهه نظر، بس بتاخد الثمانية اللي تقدر تاخد بيهم الفرق اللي يقدر يجيبوا لي البطوله. لان النادي الاهلي هو في الاول والاخر هو بيتكلم على مركز اول، ما بيفكرش في تاني. يعني احنا الايفنتين اللي احنا الثلاث ايفنتات اللي احنا خسرناهم حقيقة لو شفت اللعيبه بعد الماتش او والمدربين يعني كانوا متضايقين جدا. الاول الثاني زي العشرة هو بالنسبه لهم تاني. تاني ده لا ما ينفعش حتى تاني، هو اول بس. بتهيألي الموضوع ده معاك يا مروان برضه اتربيت عليه في النادي الاهلي صحيح؟ لما يعني بنزل المركز الاول او باخد مراكز تحت ببقى مزعلان يعني. بس بتهيألي نادر معاك يعني ما شاء الله انت طالع من صغرك اول، فبتهيألي نادر لما خدت تاني دي ولا حصلت؟ لا حصلت. اعترف حصلت كتير ولا قليل؟ تاني وثالث حصلت كذا مره. حصلت كذا بس مرة. اخر بطوله الحمد لله اخدت اول ما شاء الله. طب يعني خلينا نقول ان يعني اي لاعب يبقى ليه طموح. خلي بالك لعيبتكم الصينيين واكلين كل العالم حقيقه، واخدين دايما حتى في الاولمبياد بتلاقي الثلاث مراكز الاولى الصينيين واقفين، او يمكن لو لاعب دخل من بعيد اوروبي او حاجه. شايف ان انت ممكن ان شاء الله مع تدريبك ومع شغلك ومع احترافك يا رب يوفقك، شايف ان انت في يوم من الايام ممكن تقف على منصات التتويج؟ ان شاء الله والله اتمنى يعني بتمرن ان شاء الله. عندك الحماس ده وعندك الحب ان انت تسافر وتجرب التجربه. طب غير المانيا في اوروبا ايه تاني يا مروان ممكن تروح؟ في السويد. السويد برضه عندهم بينج في النمسا ما شاء الله. النمسا في العاب المضارب كويسه كلها، حتى الاسكواش، التنس الارضي، التنس الطاوله، هم بيهتموا بالالعاب. انت شايف انت ممكن تحترف فيها وممكن تتمرن فيها؟ في مركز هناك كبير كده للبنج يعني، هو معروف اسمه شلاجر اكاديمي. دي معروفه يعني ممكن برضه اروح عادي. طب انت في حاله احترافك لبره هل في دوري اوروبي يا مروان ممكن تلعب فيه؟ يعني انا اعرف ان عمر بيلعب في دوري اوروبي، عمر عصر طبعا نجم النادي الاهلي محترف في بريمن. هل انت شايف ان الدوري الاوروبي ده ممكن تشارك فيه؟ يعني لما تروح فرقه بتلعب في الدوري الاوروبي احسن لك يعني اكيد، ولا ان انت تلعب في فرقه دوري الاول محلي وبعد كده تطلع للدوري الاوروبي؟ لا هي بتبقى الدوري الاوروبي دي بتبقى صعبه شويه، لان بتبقى كبار الجامدين بقى اللي هم يعني من بره رجال، انما بالنسبه لسننا بقى وكده فبيروح نوادي بتلعب محلي بس لغايه ما توصل رجال وتبتدي تروح لنادي كبير تبتدي تلعب معاه بطوله اوروبا. تقلي يعني موضوع برضو تنس الطاوله موضوع قاسي جدا يا كابتن، لكم في عمق يعني منافسه شرسه جدا على المستوى العالمي، برضو نفس الكلام المستوى المحلي امكانيات ضيقه تكلفه عاليه عشان تحتك بره في بطولات كتير، عايز دعم. يعني النادي الاهلي اكيد بيوفر دعم بطريقه ما، هل في دعم للعيبه فردي يقدروا يشاركوا باسم النادي الاهلي في البطولات ولا لا؟ لا في دعم بس ما بيبقاش في دعم في حته البطولات اللي هي الدوليه. يعني النادي لو هيشارك في بطوله دوليه دي لسه ما حصلتش عندنا في التنس الطاوله في كنادي اهلي. كنادي اهلي. انما لو اللاعب اشترك باسمه النادي الاهلي بيدعم. الى حد ما يعني زمان لما كان يوسف في الهوبس، يوسف مره انا سافرت معاه مره سفريه بره كان حصل دعم من النادي باقامه وتذاكر طيران. كان النادي هو اللي مدعم ساعتها، قعدنا تقريبا ثلاث سفريات بنسافرهم ما بين الصين ما بين هونج كونج ما بين النمسا في شلاجر اكاديمي، كان النادي الاهلي هو اللي مدعم الموضوع. طب وشايف ده الفتره الجايه الفتره دي يعني توفر اللي يقول يمكن الفتره اللي فاتت السنه او سنتين اللي فاتوا كان في الدعم ده للتنس التنس الطاوله، هل في بطولات شاركتوا فيها والنادي دعم فيها؟ مش لازم يكون شايل كل الدعم ولكن جزء حتى من تكلفه السفر. في البطولات اللي فاتت احنا بالنسبه لنا كناشئين احنا ما هي الدعم كله في البطولات اللي هي البطولات الداخليه اللي هي المحليه كلها للناشئين، والبطولات طبعا اللي هي الافريقيه او العربيه ده مع الفريق الاول طبعا وفريق السيدات يعني صحيح رجال والسيدات. طيب احنا طبعا الوقت مر سريع يا كابتن محمد وانتوا نورتوني وشرفتوني الحقيقه. يعني التنس الطاوله انتوا بتعملوا شغل كويس جدا والحقيقه الواحد بيبقى سعيد، كان اخرها بطوله افريقيا اللي فاتت
اللي خدناها في المغرب في صاله اغادير، كنا متابعين برضو، كنا يعني شايفين اللي كان بيحصل هناك. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد عبد الحميد، طبعا مدير فني فريق 18 سنه، بشكرك نورتيني وشرفتيني والف مليون مبروك. الله يبارك فيك، متشكر جدا لحضرتك وسعيد جدا ان قابلت حضرتك. طبعا طبعا انت منورنا، وده يعني مكانكم قناه النادي الاهلي. وبشكر طبعا مروان محمد لاعب 18 سنه بطلنا الكبير المصنف الاول في سنه، الف مليون مبروك على التتويج بالبطولات، ونتمنى منك المزيد وهنتابعك ان شاء الله في حاله الاحتراف لو انت حبيت تحترف. يا رب ان شاء الله. طيب احنا تنس الطاوله لسه مستمر معانا، بس الحقيقه معانا تقرير عن تنس الطاوله رجال هنشوف وارجع لحضراتكم عشان استقبل ضيوفي ايضا من تنس الطاوله، الكابتن محمود حامد مدرب تنس الطاوله بالنادي الاهلي، والكابتن فريده محمد لاعبه التنس طاوله في النادي الاهلي. هنشوف طبعا التقرير وارجع لحضراتكم استقبل ضيوفي في الفقره اللي بعد كده ان شاء الله. اتفضل. بطوله بصراحه صعبه جدا، واحنا الحمد لله الفرقه الوحيده في مصر اللي لعبت 8 فاينالات، يعني هنلعب 8 فاينالات، ويعني توفقنا في 3 لغايه دلوقتي وثلاثه ما توفقناش، بس ان شاء الله انا عندي امل ان احنا نكسب الاثنين الجايين دول ان شاء الله. ما يخص الفردي لسه عندنا بطوله ان شاء الله يوم 9 فبراير، وعندنا بطولات ثانيه شغاله، وبعدين دوري ممتاز رجال وسيدات لسه شغال. الحمد لله دايما بنطلع اول على طول يعني، بس اوقات بتفلت مننا ايفنت ولا ايفنتين او كتير ثلاثه، انما احنا متفوقين في يعني دلوقتي على كده احنا بنلعب 8 نهائيات في البطولة. مفيش منافس ثابت يعني، مثلا في عمر 12 سنة مثلا كان المنافس الزمالك، في عمر 15 سنة كان المنافس دمنهور، في 18 سنة كان المنافس سبورتنج، فالمنافسين مختلفين مش واحد بس. طبعا الايفنت ده كان مهم جدا بالنسبة لنا، لان ده بيمثل لنا حاجات كتير جدا. ايفنت 21 سنة اللي هو طبعا بيغذي الدرجة الأولى، وأكترية اللعيبة بنحاول ان احنا نصعدها للدرجة الاولى على اساس تفيد النادي الاهلي في المستقبل ان شاء الله. كنا جايين عندنا امل كبير قوي ان احنا نكسب الايفنت ده، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الايفنت ده. الحمد لله ربنا كرمنا، خدنا اول جمهورية تحت 21 سنة. الحمد لله رب العالمين. البطولة دي كانت متقسمة لمجموعات، كان فيها اندية الزمالك، اندية مستوى الجمهورية، اربع مجموعات، خدوا من كل مجموعة اول وتاني، وبعد كده كان نظام نوك اوت من اول دور ال 16. لعبنا في ال 16 فرقة الجيش، كسبناها 3-0، ولعبنا بعد كده فرقة نادي رشيد كسبناها برضه 3-0، وبعد كده لعبنا في الفاينل نادي سبورتنج اللي هو النادي المستضيف للبطولة، الحمد لله ربنا وفقنا كسبنا 3-1. عندي علي غلاب ده أساسي فرقة رجال، ده السنة دي هنعتمد عليه في الدوري، ده مصنف رقم 1 على مصر، وعندي محمود فتحي مصنف رقم 2 على مصر، وعندي لعيبتي بيوسف ده محترف في ألمانيا، ده تحت 18 سنة أصلاً ومحترف في ألمانيا هناك، وعندي كريم برضه لسه مسافر ألمانيا بقاله شهر، قالوا قاعد احتراف هناك. فالحمد لله يعني النادي في ناشئين طالع محترم قوي يعني. النادي الاهلي معودنا ان لازم ما فيش حاجه اسمها تاني، حتى المكافاه في الفرق بتبقى على الاول فقط. فالحمد لله رب العالمين. الماتش كان صعب الصراحه، الظروف الصاله صعبه، الظروف عموما في البطوله يعني الفرق كلها طمعانه في النادي الاهلي وطمعانه مثلا فيا او في اي حد من زمايلي، بس الحمد لله انا يعني حاولت اجمع تركيزي قد ما اقدر وركزت في الاخر، الحمد لله عرفت اكسب. الحمد لله والله كان فوز صعب. السيمي فاينل كنا بنلعب ماتش مع رشيد، الماتش كان صعب جدا وكسبنا 3-2، بس الحمد لله يعني كلنا كانت لعيبه كانت رجاله، والحمد لله كسبنا 3-2، والحمد لله كسبنا الفاينل اهو سبورتنج 3-1. الحمد لله يعني احسن نادي في مصر في تمرين، احسن نادي في مصر في لعيبه، امكانيات، كل حاجه بنحتاجها بصراحه بنلاقيها، المدربين على اعلى مستوى، الناس كلها بتحب بعضها في النادي، الحمد لله يعني.
اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اقول يعني او نستكمل كلامنا عن تنس الطاوله في النادي الاهلي. الحقيقه لعبه مؤثره جدا، يمكن شفنا الكاراتيه في الاول والتنس الطاوله الحقيقه قفزات كبيره. خليني احكي لكم قصه قبل ما طبعا برحب بضيوفي في ايفنت 18 سنه بنات في اللعبة. مريم هشام اللعيبه المصنفه رقم واحد على مصر تحت 18 سنه اتصابت قبل الانطلاق المسابقه او مسابقه بطوله الجمهوريه. الحقيقه المدير الفني فريق 18 للناشئات الكابتن محمود حامد، ومناسبه هو ممكن يتقال له كمان هيثم حامد، فالكابتن هيعمل ايه؟ عنده اللعيبه رقم واحد اتصابت، استعان باللعيبه فريده محمد من تحت كام؟ من تحت 15 سنه. تخيلوا تحت 15 سنه راح تلعب ايفنت 18 سنه. على فكره السنه بتفرق، الناس ما تفتكرش ان السنه، لا السنه في السن ده بيفرق. يعني اللاعب ممكن تلاقيه عنده من 15 16 سنه بقى لاعب تاني خالص، من 16 سنه ل 17 سنه بقى لاعب تالت خالص. فتخيل انت جايب لعيبه من 15 سنه ل 18 سنه، المدرب واثق فيها، المدير الفني قال لا انا هدعم بيها وهعوض غياب مريم هشام اللعيبه طبعا السوبر ستار. ومع ذلك فريده جت وكانت على قد المسؤوليه وكسبت. فكان لازم طبعا يكونوا ضيوفنا ونرحب بيهم. خلينا نبتدي بفريده محمد، نرحب بيها. فريده منوراني، البطله بتاعتنا اللي يعني عملت انجاز كبير وكانت قد ثقه الجهاز الفني في النادي الاهلي. مرحب منور يعني طبعا مش عارف ارحب بيه اقول لك مبروك ولا ارحب بيكي، بس طبعا ده مكانك والف الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ارحب بالكابتن طبعا محمود حامد. على فكره كابتن محمود برضه بيتقال له كابتن هيثم، ما حدش يعرف محمود دي كتير، هو اسمه الحقيقي محمود ولكن كل الناس بتقول له كابتن هيثم. كابتن هيثم منورنا في الاستوديو، الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. اختيار موفق طبعا فريده، كان خطوه كبيره وانت حاطط ثقتك فيها، وفريده ما شاء الله بتقدم مسؤوليه. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. وفريده لعيبه كبيره، واحنا عندنا في الاهلي كتير لعيبه كبار يعني الحمد لله، وكان موقف معين وربنا كرمنا الحمد لله. يمكن التنس الطاوله لعبه مش بس عايزه امكانيات فنيه، عايزه شخصيه، لانه الضغط العصبي رهيب، لعبه عنيفه جدا عصبيا. اكيد انت بتشوف في الشخصيات اللاعبين اللي قدامك او اللاعبات حاجه بتقدر تقول لا اللعيبه دي بروميسنج زي ما شفت فريده، ايه اللي شفته؟ هو التنس طاولة عموما عشان لعبة فردية ما ينفعش انك دايما تكون معتمد على موهبتك او معتمد على ان انت لعيب امكانياتك كويسة، لازم تكون عندك شخصية قوية جدا. وياما كان في لعيبة كتير كان شخصياتهم ضعيفة وموهوبين جدا فما كملوش في اللعبة. صحيح. سواء في الولاد او في البنات. صحيح. انا اختياري لفريدة ان فريدة انا كنت مرنتها السنة اللي فاتت وكنت بعتمد عليها بشكل اساسي، وكانت خدت اول معايا مرتين، وكانت اول مرة تقريبا في حياتها تاخد اول 15 سنة، كانت خدتها في 12 سنة. انا كان بيعجبني فريده شخصيتها قويه جدا، وانا يعني وقت ما فكرت في فريده فكرت في لعيب يقدر يتحمل ضغوط حتى لو صغير في السن. ممكن تبقى صغير في السن لكن انت شخصيتك كبيره وانك تقدر تتحمل ضغوط، خصوصا انها تلعب مكان رقم واحد على مصر مريم هشام وسادس قارات. مريم هشام مش يعني لعيبه كبيره جدا، هو بطله افريقيا هي ومروه واحد واثنين، وهي خدت سادس قارات ومن اول ثمانيه على السيدات، فهي بتلعب مكان لعيب جامد جدا جدا. وكمان اتصاب مره واحده، يعني هو اتصاب قبل البطوله وحاولنا معاه في البطوله ان هو ياخد جلسات ويبقى احسن، ما لحقتش البطوله خلاص. واحنا مش هينفع نجازف اللعيب لان احنا برضه يهمنا اللعيب اهم من اي حاجه، مستقبله اهم طبعا طبعا. فانا قررت ان ادفع بحد يكون شخصيه قويه، فانا اخترت فريده لان فريده تقدر تتحمل مسؤوليه. ولعيبه كتير في الاهلي يقدروا يتحملوا مسؤوليه ولعيبه كبار، بس انا كان اختياري في التوقيت ده انا كنت شايف ان فريده هي اللي تقدر. اختيارك كان عند محله ما شاء الله، وفريده ما خدتش الحمد لله. طب فريده قولي لي، لما الكابتن مين اللي قال لك الاول احنا عايزينك تلعبي مع 18؟ بابايا. باباكي ولا؟ هو كابتن هيثم كلم بابايا. طب هو باباكي كان بيلعب بينج ولا؟ كان زمان. والله كان بيلعب. يعني انت واخده اللعب وراثه. طيب كلم باباكي قال لك لا احنا عايزينك معاكي في 18 سنه، لقيت انت خلصتي بطوله وسافرتي على طول ثاني يوم عشان تلحقيهم. طب حسيتي بايه؟ كنت قلقانه شويه؟ بابا قال لك طب يلا فريده انت هتحصليهم؟ لا ما كنتش قلقانه، كنت مستغربه في الاول. افتكرت ساعه ما بابايا قال لي افتكرت ان هو بيهزر معايا، ما كنتش اعرف. بس بعد كده اخدت الموضوع جد ودخلت في مود البطوله وسافرت وبدات ماتشات وسخنت ولعبت. طب قولي لي يعني، شوفي الكابتن كان بيقول تتحمل الضغوط، يعني الكلمه دي يا جماعه كلمه يعني عايز اقول للساده المشاهدين ان اللعبه الفرديه مشكلتها الضغوط. يعني انا حقيقه حضرت كتير جدا العاب فرديه، اللاعب اللي بيتعرض لضغوط وبيقع بيقع نفسيا قبل ما بيقع فنيا، يمكن فنيا كلهم بيبقوا متقاربين، بس اللي بيفرق من اللاعب للتاني التحمل، تحمل الضغط. وفريده الحقيقه يمكن لما رحتي اشتركتي مع الفرقه وكسبتي مباراتك، يعني انت المباراه اللي هي بتاعتك كسبتيها. خليني اقول
حسيتي بايه اول مباراه ولا انت ما كانش في دماغك حاجه خالص، انت عايزه تكسبي وبس؟ لا كنت عايزه اكسب وبس، ما كانش في حاجه ثانيه. شايف اي خوف ما قلقكيش وانت في الاول وانت بتسخني حتى؟ ما كانش في قلق؟ ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك والله. طيب يعني اكيد ده بيوديكي في حته ثانيه، ليكي طموحات ليكي امال، انت ما شاء الله سنك لسه صغير 14 15 سنه، لسه عندك مستقبل كمان. عايزه توصلي لفين يا خديجه؟ عايزه ابقى بطلة عالم. ما شاء الله عليك بجد اللي بتتحكي الحقيقه. الحلم بيبتدي كده او البطوله بتبتدي بحلم. طب ده شايفه تحقيق ازاي؟ يعني شايفه طريقك عشان توصلي بطل العالم توصلي له ازاي؟ افضل اتمرن اكتر واجتهد في التمرين. هتيجي عندي حته معينه هتحتاجي تسافري عشان الاحتكاك، تحتاجي تحترفي، عندك الاستعداد لده؟ وعندك الاستعداد ان انت تروحي وتاخدي تجربه؟ هل باباك يعني عنده استعداد ان يزقك في الاتجاه ده وبيشجعك على ده؟ ليك اخوات يا فريده؟ طب قولي لي بقى مين اللي بيتعب معاكي اكتر، بابا ولا ماما؟ الاثنين بصراحه، بس بابايا اكتر عشان هو يعتبر السبورتيف بتاعي اكتر في اللعبه، عشان هو كان بيلعب. حبيبي تابوها بقى ملوله انت حبيبي تابوها. بس خليني اقول برضو انه اكيد بابا ليه توجيهات، شربت منه حاجه، بيديكي امور، بيوجهك. ايه اكتر حاجه شايفه ان باباكي فرق معاكي فيها؟ هو بيقعد يزقني وبيدوس عليا في اوقات عشان ابقى احسن. احسن يعني دايما بيقول لك لا انت عندك كذا، دوسي على كذا، اتمرني كذا. برافو عليك. طيب انت ليك اخوات بيلعبوا؟ بيلعبوا برضو تنس؟ عندي اخين، واحد بيلعب سباحه والتاني بيلعب تنس طاوله زيي، بس هو اصغر مني. اصغر مني، طلع بطل زيك كده؟ مش قوي يعني. لا ان شاء الله يبقى بطل عالي، وان شاء الله يشوف اخته تبقى يبقى بطل زيها. طب خليني اقول انت شاركتي قبل كده في بطولات بره مصر، رحتي بطوله الهوبس اللي كان كابتن بيقول لي عليها مع الاتحاد الدولي، خدتي مركز ثاني، حتى انت كنت زعلانه وانا خدت مركز ثاني. طب قولي لي ضم المركز الثاني ده حاجه كويسه، لما شاركتي حسيتي ان انت عندك بالنسبه مستواك بالنسبه للاعبات الجنسيات الثانيه كنت شايفه نفسك قريبه منهم؟ هم ما كانوش يعني ما كانوش قريبين مني، انا كنت احسن منهم، بس انا خسرت من بنت يعني لعيبه زيي في مصر يعني صاحبتي. بس فهو انا كسبت كل ماتشاتي ما عدا الماتش ده. ما عدا ماتش واحد كان يعتبر الفاينل. ان شاء الله تشارك في حاجات تانية وتبقى احسن باذن الله. طب ده كانت مباراه شغاله، ده تتويجك؟ ده كان الفاينل، كان المباراه كانت شغاله، دي كانت الفاينل، مروه هشام رقم 2 على مصر مع ساره، دي لعيبه منتخب مصر. يعني احنا كانت المشكله الكبيره قوي اللي بتقابلنا ان احنا بعد اصابه مريم انا كنت بلعب بمروه، هي مروه طبعا لعيبه كبيره ومخضرمه وترتيب عام تاني على مصر، وهي دلوقتي تلعب في لوكسمبورغ في توب 16، تلعب من 9 ل 16 بالظبط، ده انجاز كويس جدا بالنسبه لها. ومروه هتلعب الاولمبياد السنه دي ان شاء الله، يا رب يوفقك. بس كانت المشكله الكبيره ان انا كان عندي هدفع باثنين لسه اول مره، يعني كان عندي وعد محمد اول مره تلعب فاينل ولعبت، وكان عندي فريده طبعا لسه صغيره وكنا بنجاز بحاجه صعبه قوي مع سبورتنج، وكان سبورتنج كمان سالت سبورتنج، وكان الماتش دي صعوبه، كان بتلعب هناك في اسكندريه بتبقى الموضوع صعب شويه في سبورتنج، وكمان ان هم اثنين منهم في المنتخب يعني رقم واحد واثنين في سبورتنج دول اصلا لعيبه منتخب وكانوا واخدين بطوله افريقيا برده مع المنتخب، فكان الماتش صعب جدا، خصوصا ان انا فريده وعد الموضوع كان جديد عليهم، كان لسه اول مره يتعرضوا للضغوط دي طبعا، بس هم كانوا رجاله وكسبنا الحمد لله 3-1. ومروه برده من اللعيبه اللي قدرت ان هي تقف كويس تخليهم هم يبقوا عندهم ثقه في نفسهم، يعني لعيبه لعبت المواقف دي قبل كده كتير. بس خلينا نقول ان شخصيه اللاعب في النادي الاهلي بتتغير، يعني تيشيرت النادي الاهلي بيغير شخصيه اللاعب طبعا. احنا اتربينا على كده في الاهلي كلنا، انا ايام ما كنت بلعب او كلنا لما بنلعب اللعيبه الكبار متربينا على حاجه من الاهلي، ان الاهلي ده رقم واحد. صحيح. يعني احنا قبل الماتش انا لما جمعتهم حتى في الظروف اللي احنا كنا فيها انا اتكلمت معاهم قلت لهم احنا ان شاء الله هنكسب وما عندناش احتمال 1% خساره. صحيح. احنا 100% نازلين هنكسب، حتى لو الفرقه اللي قدامنا دي فرقه كويسه، لكن ما فيش 1% خساره خالص. النادي الاهلي ما بيخسرش. النادي الاهلي ما بيخسرش، واللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي لازم يكون قد المسؤوليه، سواء كان صغير او كبير، سواء دي اول مره او مش اول مره، ده اللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي، ولازم دايما ان شاء الله يبقى النادي الاهلي رقم واحد، هو ده اللي احنا اتعودنا عليه. صحيح. فده اللي احنا بنربيه دايما في اللعيبه بتاعتنا، وده اللي احنا اتربينا عليه. طب كابتن عندك بطولات ايه تاني اثناء الموسم؟ خلاص بطوله الجمهوريه طبعا بنبارك حضرتك فيها، وحتى البنات يعني بالنسبه للبنات الناشئات 4 ايفنتات خدنا 3-1، وده كان سبورت كبير جدا ان احنا ناخد البطوله. عندك بطولات جايه ايه؟ عندنا كل البطولات اللي جت في السنجل، بطولات الفردي عندنا يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، بطوله في استاد القاهره رجال وسيدات، وبعد كده عندنا ان شاء الله اخر شهر 2 عندنا بطوله في الاولمبي في اسكندريه، هي سنجل برده، في فردي كل الايفنتس.
وعندي بقى ان شاء الله مروه ومريم، بس دول هيبقوا مع المنتخب ان شاء الله، عندهم بطوله افريقيا. في مروه ان شاء الله هي عندها الاولمبياد باذن الله في 18 سنه. عندنا لعيبه يعني عندهم كمان حاجات من المنتخب. فريده بكره يعني، فريده النهارده ان شاء الله خلاص ومسافره عمان، عندها بطوله دوليه مع المنتخب ان شاء الله في عمان، البرو تور بتاعت عمان. ف يعني احنا دايما طول السيزون بيبقى عندنا سواء بطولات فردي او فرق. يعني احنا في الفرق خلصنا القاهره شغالين مفرومه طول الموسم. احنا هي بطولات الفردي يعني الالعاب الفرديه دايما كده، لان انت بتخلص من فرق يعني خدنا مثلا بطوله فرق القاهره خلصناها، تخش على بطوله الفردي، بعد كده تخش على فرق تاني. احنا خلصنا الفرق لسه الاسبوع اللي فات، داخلين على بطوله تاني الاسبوع الجاي، بعديها باسبوعين تاني بطوله. هي مسافره بكره، مروه هترجع من التوب 16، هتطلع عندها بعد كده في بطوله افريقيا لما يعني حتى مريم يعني حتى مريم المصابه مش هتلحق يعني، بس ان شاء الله تلحق. بس خليني اقول يعني الخبر اللي جالي النهارده، رجال سله الاهلي كانوا بيلعبوا الترام في دور الثمانيه في كاس مصر، فاز النادي الاهلي وتاهل نصف النهائي، الف الف مبروك. تاهل يواجه نادي سموحه العنيد. خلينا نقول ان هو تقريبا المربع كاس مصر هيكون في النادي الاهلي هيقابل ان شاء الله سموحه، والجزيره هيقابل نادي الزمالك، سوري سبورتنج هيقابل نادي الزمالك، ده في النصف النهائي الثاني ان شاء الله. نطالب طبعا بطوله كاس مصر بقى لها كتير غايبه عن النادي الاهلي ككره سله، يمكن الدوري اتاخد قريب، نتمنى ان شاء الله ان يبقى ده بدايه عهد او بدايه ارجاع تاني كاس مصر للرجال في كره السله. خلينا نقول ان كابتن طارق خيري الفتره اللي فاتت كان في بطولات كتيره دخلت النادي الاهلي، يمكن الدوري رجع تاني النادي الاهلي بعد فتره، بطوله افريقيا لاول مره يعني تخش يعني النادي الاهلي كان دخلت برضو. يعني الحقيقه شايفين بطوله المرتبط برضو رجال منذ يمكن شهر او شهر ونص حصل عليها. خلينا نقول ان شاء الله ان احنا يا رب نبارك للرجال السله الفوز ان شاء الله بكاس مصر. بس خلينا نفكر في الخطوه الاولانيه مع نادي ان شاء الله سموحه، نعدي الخطوه دي وبعد كده نفكر في الفاينل ان شاء الله. يمكن الحقيقه النهارده يوم انتصارات، الحقيقه يوم سعيد عليا جدا الحقيقه يوم الاثنين النهارده. فاضل لنا بس مباراه واحده، طائره سيدات بتلعب هليوبلس ان شاء الله نقدر نقولها. طبعا سله رجال الاهلي فازوا على الترام، سله سيدات الباسكت او سله سيدات فازوا على الشمس، والطائره رجال كمان فازوا على سموحه. يعني النهارده يوم كله انتصارات للنادي الاهلي الحقيقه. وطبعا يتمنى ان شاء الله النهارده برضو نبارك لسيدات طائره مع هليوبلس ان شاء الله بالفوز. طب اجي لك ثانيه فريده، خلينا نقول انتوا يعني زي ما بيقول الكابتن من بطوله لبطوله، يعني خلينا نسال بتمرني كم ساعه في اليوم؟ مين بينظم لك وقتك؟ هل في وقت المذاكره وفي وقت للعب؟ يعني احكي لي يومك بتقضيه ازاي يا فريده؟ طبعا في اليوم بتمرن 4 ساعات، واحيانا يعني في 3 ايام في الاسبوع بيبقى عندي فيهم فيتنس بعد التمرين، او ممكن يبقى الصبح ده اللي هو اليوم الاجازه اللي هو ما فيهوش مدرسه. طبعا بحاول انظم وقتي ما بين المذاكره والتمرين. سنه كام يا فريده؟ تانيه اعدادي. طبعا الموضوع محتاج مجهود جامد. طب انت بتتمرني طبعا في الجزيره صح؟ في مقر النادي في الجزيره ولا في مدينه نصر؟ لا في مدينه نصر. في مدينه نصر. المسافه بعيد من البيت؟ هل تنزلي الدنيا قريبه بتروحي تتمرني؟ طيب خلينا نقول المذاكره، هل بتقدري توفقي الصبح بيبقى الوضع ايه؟ بتخلصي مدرستك الساعه كام؟ بتروحي على النادي على طول؟ يمكن في اكيد في ناس بيتفرجوا علينا وفي لاعبات صغيرين لسه براعم بيتفرجوا علينا، خلينا نقول ازاي بتنظمي وقتك؟ انا بخلص مدرستي في 2:30، بتحرك بالباص بوصل البيت على الساعه 4 الا ربع. على ما اروح بتغدى وبعد كده بنام على طول عشان اصحى اروح التمرين. صحيح. كده بخلص برجع، لو كان عندي فيتنس بروح الفيتنس وكده، ارجع اكمل بقى الحاجات المدرسه كده. ترجعي مثلا 10 بالليل ولا وتفضلي بقى تذاكري تعوضي اللي فاتك من الوقت عشان بتنامي مثلا 12 واحده بالليل. يعني حياه كلها عايزه بصراحه يعني البطل عايز يبقى بطل لازم يدفع الثمن ولا ايه يا فريده؟ يعني انت حاسه يعني عمرك ما هتبقي ناجحه؟ وخلينا نقول ان كل تنس الطاوله في كتير جدا بيبقوا ناجحين، دكاتره ومهندسين، كليات عمليه قصدي طبعا. كل الكليات محترمه وكل مجالات العلم كلها محترمه، ولكن اغلبهم بيبقى او في نسبه كبيره كليات عمليه. انت حابه تخش كليه عمليه ولا لا؟ هبقى مهندسه. هندسه، بس ده الموضوع هيبقى عذاب اليم، خلي بالك محتاج تركيز منك وشغل كبير ان شاء الله تعمليه. خليني كابتن هيثم اسالك، يعني التنس الطاوله مهم جدا مش للنادي الاهلي لمصر، عندنا بطولات كتير، عندنا اولمبيات، عندنا بطولات افريقيا. خلينا نقول الفتره الجايه من وجهه نظرك لينا انت في المطبخ، انت اللعيبه الصغيرين اللي طالعين اللي هم مستقبل مصر في ال 10 سنين الجايين طلعوا من عندك اللي هو نادي اكبر نادي في مصر النادي الاهلي، شايف المستقبل ازاي؟ هل مصر فعلا ممكن تحقق ميداليه ولا الموضوع صعب؟ دايما بيبقى حلم تحقق ميداليه اولمبيه.
هو يعني في التنس طاولة هو الموضوع مش سهل خالص، لان الصين يعني واكله الجو كله. الصين اول 10 لاعبين الصين غير اول 10 لاعبين هم كمان قافلين على نفسهم قوي، فالموضوع بيبقى صعب. يعني احنا في اوروبا لا، احنا نقدر نكسب ناس كتيره في اوروبا، وعندنا لعيبه كتير زي عمر عصر دلوقتي بقى 21 على العالم او 16 على العالم، دينا مشرف رقم 21 على العالم، حتى في الناشئين يوسف لسه عامل نتيجه كويسه، مروه هشام تلعب من 9 ل 16، مريم هشام اللي هي ملعب كانت مصابه خدت سادس قرارات، عندنا ساره ياسر خدت في الهوبس رقم واحد قبل كده على الهوبس، عندنا دلوقتي في اعداد لهنا ايمن دي داخله الهوبس، ودي من اللعيبه البروميسنج قوي اللي هو الاي تي تي اف دلوقتي بيتكلم عنها بشكل كويس جدا، وعندها 10 سنين ما شاء الله. فعندنا لعيبه كتير كويسين، لكن انك تحقق ميدالية هي مش حاجه سهله، بس هو ممكن، ويعني احنا نتمنى ان مروه ان شاء الله تبقى بدايه كويسه في الاولمبياد اللي جايه في 18 ان شاء الله، مروه هشام. واعتقد بعد كده ان شاء الله في عندنا لعيبه كويسين زي فريده وزي ساره زي وعد، يعني في زي زينه زي هنا، وبعد كده في بقى في الاصغر شويه هنا ايمن من اللعيبه الكويسين جدا 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 اللي عندها 10 سنين، ده اللي احنا بنحاول برده نعمل يعني ان شاء الله في حاجه باذن الله. طب خلينا ناخد كابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لفريق تنس الطاوله بنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن اشرف. اهلا بيك يا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. والف مليون مبروك على الانتصارات الجميله، يعني مزيد من البطولات، يمكن بقى لنا عدد سنين كبير متربعين على عرش تنس الطاوله في مصر. الله. اكيد ده ما جاش من الفراغ يا كابتن اشرف. الحمد لله. اكيد طبعا طبعا حضرتك عارف ان احنا يعني ما فيش مكسب الا لما يكون وراه تعب ومجهود كبير من مدربين ولاعيبه واولياء امور وطبعا اداره النادي، فاكيد في مجهود كبير بيتبذل عشان تتحقق النتائج دي الحمد لله. كابتن اشرف كلمنا عن الفتره اللي جايه، عندنا اشتراكات محليه ايه على مستوى الفرق الفريق الرجال والسيدات وعلى الناشئين، وكمان البطولات القاريه او الاقليميه عندنا ايه الفتره اللي جايه عندنا ايه يا كابتن؟ احنا الفترة اللي جاية عندنا بطولات فردية للناشئين ونشات، وعندنا برضو بطولات فردية للرجال والسيدات، بس يعني ومع الدوري الممتاز للرجال والسيدات شغالين فيه، ماشيين في الدور الثاني دلوقتي الحمد لله. طب بالنسبة للبطولات القارية او المحلية، عندنا بطولة عربية، هل عندنا بطولة افريقية؟ بالنسبة للبطولات احنا كسبنا بطولة افريقيا في شهر 7 السنة اللي فات الحمد لله رجال وسيدات، والانديه العربيه ما شاركناش بقرار من النادي بعدم المشاركه، واول حاجه جايه عندنا الدوري، وبعد كده ان شاء الله الانديه العربيه في 10 الجاي. بطوله عربيه في شهر كام يا كابتن؟ الانديه العربيه في شهر 10. شهر 10. طب بطوله افريقيا مش هتبقى قبليها؟ يعني يمكن شهر 10 بعيد شويه. لا احنا عندنا افريقيا بتتعمل كل سنتين. كل سنتين مش كل سنه. هتبقى في شهر 7 19 ان شاء الله. ان شاء الله. طب كابتن اشرف فتحي المدير الفني لتنس الطاوله، شكرا جزيلا لحضرتك، يعني لخصت لنا الدنيا كلها، ونبارك لك على البطولات دي، ومستنيين منكم المزيد. يمكن اجي لك كابتن هيثم. الحقيقه كابتن اشرف يعني اسم كبير، والحقيقه محتضن كل الجهاز، وكان معايا هنا في الاستوديو، وكان ضيفي في حلقه من الحلقات، وبين لنا قد ايه حجم الجهد المبذول في التنس الطاوله. احنا يعني مش هقول التنس الطاوله بس، احنا في النادي الاهلي كلنا بتبقى ايد واحده، وكلنا مع بعض، والكبير بيشد الصغير. صحيح. وكابتن اشرف هو اخونا الكبير، وهو يعني كلنا حتى واحنا صغيرين كان هو بيدربنا، هو او كابتن طارق فوزي المدرب العام. فاحنا كلنا حاله حلوه، حاله بتبقى كلنا بنحاول نساعد بعض، وكلنا بنحاول نوصل في الاول في اخر النجاح ده كله هدفه النادي الاهلي يعني ان شاء الله، واحنا تربينا كلنا على كده يعني. اكيد كابتن محمود نورتيني وشرفتيني، ربنا يخلي حضرتك يعني. الحقيقه والحقيقه بيبقى سعيد بحجم البطولات وحجم الانجازات اللي بتيجي او الواحد بيشوفها في الاستوديو الحقيقه. ربنا يخليك. بشكرك كابتن محمود حامد طبعا، مدير فني فريق ناشئات 18 سنه، شكرا جزيلا. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. بشكر فريده محمد لاعبه النادي الاهلي تحت 15 سنه اللي تم تصعيدها ل 18 سنه وكسبت المباراه المهمه اللي كانت ليها تاثير كبير بالفوز ببطوله الجمهوريه. بشكرك ونورتينا وشرفتينا. ان شاء الله نشوفك بطله كبيره وتصنيفك الاول على العالم زي ما حلمتي معانا. اعزائي المشاهدين انتهى الوقت سريعا. الحقيقه الواحد لو اخذ 4 ساعات او 5 ساعات جهد كبير جدا بيبذل جوه النادي الاهلي في الالعاب الاخرى، والحقيقه لما بنقول النادي الاهلي اكبر مؤسسه رياضيه في مصر الكلام ده مش هزار، الكلام ده حقيقي. 22 لعبه بكل يعني اجهزتها الفنيه واللاعبين واللاعبات، موضوع كبير، موضوع ضخم، ميزانيه جباره بتتصرف على هذه الالعاب. هطلع لفاصل، هطلع لتقرير رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله، هنشوف تقرير معاه، وان شاء الله هيكون بينا لقاء في ميعادنا العادي ان شاء الله يوم الجمعه من 7 ل 9 مع ملوك الصالات. ايضا سعدت جدا بالوقت، وبشكر حضراتكم على المتابعه، وبنشكر طبعا نجوم النادي الاهلي كلهم على هذه البطولات اللي اتحققت خلال يمكن ال10 ايام اللي فاتوا، وهنتابع مع حضراتكم الجديد.
لينا لقاء ان شاء الله يوم الجمعه. خلينا اقول ان احنا احتمال يوم الجمعه ما نطلعش برنامج ملوك الصالات، نطلع استوديو تحليل لمباراه كره السله سيدات ما بين النادي الاهلي والجزيره، في محاولات من اداره القناه لنقل المباراه، خلينا نشوف، واكيد هنعلن لحضراتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك وعلى المواقع الالكترونيه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على المتابعه، ميعادنا ان شاء الله يوم الجمعه، شكرا جزيلا لكم. الحمد لله، طبعا كانت بطولة قوية وفيها عدد كبير جدا من المشتركين، يعني 220 نادي. يمكن بترجع أهميتها لوجود الحافز الرياضي في البطولة دي، لكن في الحقيقة اللي بسطنا مستوى الفني للاعبين واللاعبات في البطولة من أول 12 و15 و18 و21، وطبعا شفنا لاعيبة المنتخب اطمنا عليهم اللي هم بيلعبوا في الانديه، والحمد لله كانت بطوله كبيره وناجحه. يعني عندنا في شهر فبراير بطوله اللي هي كاس العالم في انجلترا ان شاء الله، وعندنا بطولتين دوليتين في اسبانيا وفي المجر في شهر 3. اما البطوله اللي هي الاهم بقى فهي بطوله العالم لتنس الطاوله. البطوله دي من اقوى البطولات اللي اتعملت هذا الموسم، تنوع الفرق الاقاليم، نادي دمنهور، نادي رشيد، أندية الأولمبي، أندية صغيرة خدت دورها وكسبت ماتشات ووصلت الفاينل، ما بقاش الأهلي والزمالك المحتكرين، وده يبشر إن ارتفاع المستوى إن شاء الله. البطولة دي اشترك فيها، لا أهمية هذه البطولة في إنها بتدي الحافز الرياضي للثانوية العامة، عشان كده كان مشترك في البطولة أكتر من 220 نادي وفريق، لعبوا على مدار 5 أيام. انتهت البطولة النهاردة اليوم النهائي، وزي ما انتم شايفين الأهلي كسب بطولة، والأولمبي كسب النساء، والمستوى مرتفع ما شاء الله. يعني